مساء الخير لكل مشاهدينا واهلا بيكم وحلقه جديده على الهواء مباشره وستات ما يعرفوش يكذبوا. بفكر حضراتكم بارقام تليفوناتنا عشان احنا غيرناها من 3 ايام تقريبا. ارقام تليفون بتاعنا الجديد هو 23 23 لاي مشاركه من حضراتكم خلال الحلقه. مساء الخير لمنى ومساء الخير لاميره. مساء الخير يا اميره. مساء الخير يا مفيد. مساء الخير. اسمحوا لنا طبعا, انتوا كلنا شفنا اللي حصل امبارح, وسؤال كلنا بنساله لبعض هو ايه اللي بيحصل, مالهم المصريين؟ الموضوع امبارح واحنا بنتفرج عليه في التلفزيون خلاني احس ان انا مش عارفه انا بتفرج على ايه. هو انا بتفرج على مصر, دي مصر. الموضوع اللي بيحصل غريب ومش مفهوم وملهوش اي نوع من المبرر, لا انا عارفه ايه اللي بيحصل ولا ليه بيحصل ولا علشان ايه بيحصل. اول ما ابتدت الثوره ابتدى بعد كده مجموعه من المظاهرات, حاولنا ان احنا نعدي المشكله دي. بعد المظاهرات عدينا مشكله تانية اسمها الاعتصامات الفئويه, عديناها وقلنا يا رب ربنا يكرم. بعد كده لقينا مجموعه من المشاكل بتحصل في المظاهرات او الاعتصامات دي, زي مثلا حرق الكنائس تجاوزناها. بعد حرق الكنائس تجاوزنا كمان موضوع الهجوم على السفاره الاسرائيليه, وقلنا ان شاء الله ان شاء الله المواضيع دي هتبقى اخر حاجه, هنبتدي بقى نهتم ونبص على مصر عشان احنا محتاجين مصر بلدنا اللي احنا بنحبها تكبر وتعدي المرحله اللي احنا فيها. لكن حقيقه اتصدمنا امبارح. امبارح ما بقتش عارفه هو مين بيضرب مين. ده احنا كلنا مصريين يا جماعه, ده الواقف ده جيشنا, واللي بيتضرب او اللي واقف قدامه الناحيه الثانيه دول ولادنا. طب هو ده ينفع؟ هو ينفع ان احنا نضرب في بعض؟ لا, هو مش انا يعني انا بخبرتي القليله ويمكن خبرتي في السياسه او في المجتمع اللي انا عايشه فيه, ما ينفعش, لا ينفع المصريين يتضربوا امبارح بالطريقه دي. وانا مش هعمم ان كان مسيحي او مسلم, هم مصريين, لا ينفع انهم يتضربوا بالطريقه دي, ولا ينفع ابدا ان احنا نمد ايدينا على جيشنا المصري ابدا. فيعني ده بكل تواضع ده رايي في الاحداث بتاعت امبارح. اسمحوا لي اولا في البدايه انا بقدم تعزيه وتعزيكم لاسر الشهداء والضحايا الليله الحزينه الداميه اللي شفناها امبارح, وبطلب بجد الشفاء لكل المصابين اللي تجاوز عددهم 300. ويا جماعه امبارح دم المصريين نزل على الارض, يعني المصريين دمهم كمال الشوارع, وكانت ليله حزينه وليله مرعبه. واسمحوا لي انا في 3 حاجات عايزه اقولهم في هذا الموضوع. الحاجة الأولانية إن أنا مؤمنة جدا إن في مؤامرة للوقيعة بين الجيش والشعب. ممكن نبقى معترضين على سياسات المجلس العسكري, نقبلها أو لا نقبلها, نختلف معاها في إطار من المظلة السياسية, لكن اللي بيحصل والإنترنت وكلنا بنقرأ وشايفين إن في يعني عناصر بتحاول تعمل وقيعة لاستفزاز الجيش وإنها تدفعه للاصطدام بالشعب وتسخين الشعب على الجيش ومحاولة الاصطدام بيه والضرب, وده كله في النهايه مش هيصب غير في حاجه واحده, مش هيصب غير في مخطط فوضى هيحرق زي ما بيقولوا الاخضر واليابس, وهيبقى حياتي وبالا علينا كلنا. يا جماعه احنا نختلف مع المجلس العسكري زي ما احنا عايزين, لكن دايما عيننا على مصر وعيننا ان مخطط الفوضى ده ما ينتشرش. الحاجه الثانيه ان انا بجد مع قضيه المواطنه, وانا فكره الاقباط والمسلمين والتصنيف بينهم والتمييز بينهم بالنسبه لي شيء غير مقبول. وانا دايما بقول مصر بغير اقباطها ليست مصر, ومصر بغير مسلميها ليست مصر طبعا. لكن انا مع عدم التمييز الديني بين المواطنين, مع عدم التمييز الديني بين المواطنين. انا بشوف ان المصريين كلهم ليهم نفس الحقوق والواجبات بايا ما كانت النتائج. لسه مش عارفين نعمل ده, نحاول نعمله ونتعلمه. قصه اقليه واغلبيه ومين يقهر مين ده لن يؤدي الى نتائج كارثيه. لكن كمان ما ينفعش نبقى بنسمع الفتره اللي فاتت نظريات الاستقواء بالخارج والحمايه الدوليه, ومين هيجيب مين يضربنا ومين هيجيب مين يأدبنا. طبعا ومش عارفه إيه مين امبارح هيلاري كلينتون تطلع تصريح ويتسحب ويتقال هنبعت قوات امريكيه تحمي دور العباده, هذا الكلام مرفوض. الحاجه الثالثه والاخيره واسمحوا لي,
احنا بنشق البلد. لما تطلع ناس تهتف إسلامية إسلامية وتطلع ناس عاملة مظاهرات رفع فيها الصلبان والمصريين فين الأقباط هم والمصريين فين المسلمين هم، فصلوا نفسهم عن المصريين، بنعمل فصل. دولة دينية. امبارح كانت بروفة الحرب الأهلية بتاعتها، بكرة هيبقى المشي والتفتيش على الهوية، وهيبقى في شوارع إسلامية وشوارع مسيحية، وهيبقى في مخطط فوضى وتقسيم. أرجوكم عشان خاطر مصر اللي كلنا بنحبها، انتبهوا للمؤامرة. الدكتور عصام شرف قال في مؤامرة، انتبهوا للمؤامرة، انتبهوا للوقيعة. الحريقة هتولع منين؟ من باب السفارة الإسرائيلية زي ما مفيدة قالت، ولا من باب الفتنة الطائفية؟ انتبهوا لمصر وحافظوا عليها. آمنة. الشهداء وصلوا 27 أو أكثر، تحياتي لأسر الشهداء جميعا، مسلمين أو مسيحيين، من الجيش أو من غيره، كلهم أولادنا، والقاتل المصري والمقتول مصري وعلى أرض مصرية. حاجة تزعل جدا جدا، كلنا في حزن، مصر كلها حزينة امبارح. بنحاول نبني وبنفتح ملفات نبني فيها تعليم ونبني فيها أشجار ونبني فيها الدنيا، وفرحانين امبارح اتصدمنا، وكلنا كنا في قلب الأحداث وإحنا راجعين من هنا. يمكن أنا نزلت زوجي قابلني في العجوزة ونزلت على قصر النيل، قال لي ما فيش حاجة خالص، في ثانية كنت في ميدان التحرير، كان في محاولة كر وفر بين الجيش بيحاولوا يشتتوا الشباب يعني علشان يحلوا الموقف من التحرير. وأول مرة أنزل على أرض الواقع أشوف ده بعناية، عيطت وبكيت وزعلت على مصر جدا. مصر يعني مش هنسمح لأي حد إنه يعمل فيها فتنة. مصر مش صغيرة، مصر مش صغيرة. وعايزين نقول حاجة، أنا أحاول أستجمع نفسي وأعصابي. الحكومة اللي موجودة دلوقتي حكومة تسيير أعمال، مش عايزين نطلب مطالب دلوقتي لحد ما بإذن الله تسلم الحكم لرئيس جديد يتولاها تحت قبة برلمان يعني يفصل في كل الملفات والمواضيع. يا جماعة صبرا عشان ما نقسمش أو نشترش مصر زي ما بتقول أميرة ومفيدة. وعايز أقول حاجة، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مصر كنانة الله في أرضه، من أرادها بسوء قاسمه الله. صدق رسول الله، صدق الله. يعني اسمحوا لنا، احنا لابسين النهارده اسود لان احنا شايفين ان مع احترامي لمسلم، حته مسلم او مسيحي، احنا كلنا عندنا عزا في بيوتنا النهارده. كل الشباب اللي ماتوا دول ماتوا مصريين، ماتوا واحنا بنعزي نفسنا وبنعزي اهاليهم، وبنقول لهم يعني ربنا يرحمهم. وزي ما منى واميره بيقولوا من فضلكم، اهم حاجه في الدنيا عندنا دلوقتي هي مصر بلدنا. لازم نقف قدام اي نوع من التطرف اللي ممكن يؤدي لهذا النوعيه من الخراب. لازم نعدي المرحله الانتقاليه يا جماعه، عندنا باب الانتخابات هيتفتح، عندنا مرحله انتقاليه لازم نعدي عشان نوصل بالبلد دي لبر الامان. بالظبط. عندنا ايه؟ ولو ان الواحد النهارده دماغه مش عارف عندنا والله ايه، ولا دماغنا بايظه اصلا. طبعا اللي انتم شايفينه، اللي احنا شايفينه ده كانت بعض الشطات اللي حصلت من الاحداث بتاعت امبارح. اعتقد ان هم كانت دي بدايه المسيره الاولانيه، وكان زي ما هم كتير جدا منهم قالوا ان هي سلميه، بس احنا عندنا مشكله، احنا عندنا ما عندناش ثقافه المظاهره السلميه. أنا لا ما عندناش، لا ما عندناش فعلا، احنا ما عندناش ثقافة المظاهرة السلمية. وراحت مننا احلى ميزة، احنا مصر كانت بلد الامن والامان معروفة كده، ادخلوها امنين. فين ده الامان؟ كنت تروحي امريكا ولا اي حتة في العالم الساعة 7 بالليل ما تقدرش تمشي تقول يا سلام مصر دي عمار يا مصر. من حق الناس تتظاهر وتعبر عن ارائها، لكن بشكل سلمي. ومش وانا يعني مع احترامنا حتى لكل الناس اللي بتطالب بمطالب فقوية، مش وقت يا جماعة نعبر المرحلة الانتقالية. لا مش بس بقى مش وقت. انا عايز اقول حاجة لكل الناس اللي عندهم مطالب، لا ينفع ان احنا نعمل مطالب دلوقتي. احنا محتاجين نوقف البلد دي على رجليها، ومحتاجين نسلم السلطة لحكومة منتخبة، وبعدين بعد كده كل واحد عنده مشكلة الحكومة تقدر لما تبقى هي الأساسية الموجودة تحلها، ونفتح ملف ونحاول نعالجه. اللي عايز يزود فلوسه هنزودها له، بس تيجي الحكومة اللي ينفع ان احنا نتكلم معاها. لكن بالمنظر ده يا جماعة دول مصريين، بصي ده جيشنا يا جماعة، ده جيشنا
ده غير زمايلنا في التلفزيون والاذاعه اللي اتحبسوا امبارح لحد الساعه 11 او 12 بالليل عشان يعرفوا يخرجوا. يا جماعه خدوا بالكم، هو في وجهات نظر في قراءه المشهد امبارح، بس انا الحقيقه يعني مش عارفه اغوص في التفاصيل. انا بقول ايا ما كان مين اللي ابتدى ومين اللي انتهى ومين اللي ضرب ومين اللي اتضرب ومين في النهايه في حد بيوقع من الجيش مصر والشعب. اليوم في حداد، مصر كلها النهارده، كلنا عندنا حداد النهارده. النهارده يوم مش عايزه اقول يوم مظلم في مصر، فاسمحوا لنا عايزين نعدي بالمركبه بتاعتنا. النهارده ايه، احنا طبعا كنا محضرين الحلقه بتاعتنا من قبل كده، لكن حاولنا ان احنا نقول ايه، طب خلينا متفائلين شويه. زي الشخصيه اللي هنشوفها، هو رجل قرر ان هو يكسر حاجز الظلام، قرر ان هو يكسر الالم والاكتئاب، فعمل الحاجه اللي احنا هنشوفها في التقرير. احنا مش هنقول عندنا ايه؟ معلش احنا عندنا كانت بتتكلم عن التقرير اللي احنا هنعرضه، بس هنستعرض بسرعه عندنا ايه؟ احنا عندنا فقرتنا الرئيسيه عندما تكتب المراه سيره ذاتيه، مستضيفين اديبتين الاثنين كاتبين سير ذاتيه، مي خالد ونهى محمود اديبه ومدونه كاتبين سير ذاتيه. عندنا ايه تاني يا منى؟ عندنا الفقره القانونيه هتبقى اميره ومفيده، وهيكلموا عن مشاكل ما بعد الطلاق ان شاء الله. وبعد كده هيبقى عندنا فقره المطبخ مع المهندس محمد السماك، هيطبخ طاجن جمبري وصبيت في فقره ستات ما بيعرفوش يطبخوا. و نرجع نرجع للتقرير طبعا. معلش انا بعتذر، انا اسفه، انا النهارده مش مركزه وده غلط مني، لكن لكل اصدقائنا اللي على الفيسبوك احنا حاطين سؤال. زي ما اميره قالت، احنا موضوعنا عن عندما تكتب المراه السيره الذاتيه، فالسؤال بتاعنا: هل تعتقد ان الرجل اشجع من المراه في الاعترافات الشخصيه؟ لغايه دلوقتي الفوت بيقول 331 لله هم لا يعتقدوا، 304 نعم، 104 نعم، وربما قد ايه عندنا؟ 61. يعني جمهور اصدقائنا على الفيسبوك شايفين انه مش صحيح ان الرجاله اشجع من الستات ولا حاجه، يمكن يتعرضوا او اتيحت ليهم الظروف انهم يقروا السير الذاتيه للنساء، وبالتالي شافوا انها بتبقى مكتوبه بجراءه وشجاعه. بالظبط. يعني بصوا، احنا عايزين نقول لحضراتكم حاجه، احنا موضوع السير الذاتيه دي كمان انا كنت قبل ما نطلع على الهواء كنت بتناقش فيها مع اميره واستاذ سهير جوده رئيس تحرير البرنامج، كنت بحاول افهم. انا من الشخصيات اللي يمكن عندي لبس في موضوع السيره الذاتيه، انا مش فاهمها. يعني ايه سيره ذاتيه؟ السيره الذاتيه تنجح امتى؟ مين اللي يكتب السيره الذاتيه؟ كلها دي اسئله احنا محتاجين احنا نفهمها اكتر من اشخاص اعتقد انهم ليهم علاقه بالموضوع ده، هم مدونين وكتاب. اعتقد ان هي بتكتب عن نفسها اكتر، مش بالزبط. تاريخ، يعني مش زي سيره محمد علي او اي ملك من ملوك او اسمهان او لا، هنا الكاتبه بتكتب عن نفسها. فهل في حدود لما تكتبه عندما تكتب عن نفسها وعن سيرتها الذاتيه؟ البنت المهم. على فكره انا كاتبه في مدونتي بعض الحاجات، بعض النوتس تعتبر سيره ذاتيه. تعتبر سيره ذاتيه، بس وانا بكتب طبعا واعيه جدا ان هذه الكتابه لا تحرجني اجتماعيا، انا حاطه قيود ورقاب على نفسك. لا تحرجني اجتماعيا، ولا تحرج اهلي، ولا تحرج بناتي، ولا تاثر على شكل المجتمع ليا. يمكن كاتبه حاجات مشاهد من طفولتي، يمكن كاتبه حاجات مشاهد من اول ما بدات المحاماه. فالسيره الذاتيه انت احيانا بتبقي عايزه تقولي حاجه للناس، يمكن عشان الناس ما تقعش في نفس اللي انت وقعتي فيه، او تتعامل معاه بطريقه مختلفه. يعني احسان عبد القدوس يا ترى هو كان بطل فيلم كذا وكذا، يعني بنقعد نفكر ودايما حقيقي ولا. وبرده السيره الذاتيه ارتبطت معانا بحته الحروف، جيم ح ميم سين الف لام، ونقعد بقى احنا كلنا مع بعض، ومين هي الف لام؟ الكلمات المتقاطعه، مين هي جيم ح؟ فهل السيره الذاتيه هي عباره عن حروف مكتوبه مش عايزين نقول اساميهم، ولا هي الموضوع اكبر من كده؟ انا اعتقد ان موضوع السيره الذاتيه هو اكبر. الستات ابتدت تكتب بقى وتقول وبقى، يعني بس مش عايزين نحرق الفقره. طيب احنا قلنا اسامي ضيوفنا الموجودين معانا، قلنا الاديبه مي خالد والاديبه والمدونه نهى محمود. اسمحوا لي ان انا افكر كل اصدقائنا بان احنا النهارده الفقره القانونيه موجوده، 23 23 هو رقم التليفون. ولو كل اصدقائنا على الفيسبوك عايزين يكتبوا لنا عن المشاكل، الموضوع بتاعنا النهارده هو مشاكل ما بعد الطلاق، النفقه والاطفال وفلوسهم والشقه مين ومين ياخد الشقه ولغايه سن قد ايه اقعد في الشقه، وبعدين على اساس منها على يعني اساس كل المواضيع اللي كانت اتكلمت من يومين، وقلنا لها احنا هنخصص الفقره القانونيه للحديث عن مشاكل ما بعد الطلاق. انا عايزه اعلق على موضوع التقرير قبل ما نطلع. طب قبل ما ممكن ثانيه واحده بس، عشان ما قلناش على المطبخ.
احنا المطبخ النهارده قلنا مفيده. استاذ محمد السماك احنا قلنا مش سماك مش كده خلاص. انا اسفه لا ولا يهمك. هو بجد يعني احيانا ساعات الواحد يحس بصعوبه انه مثلا ما تبقي ام وزعلانه ومتضايقه وتلاقي بنتك داخله، فلازم تبقي شجاعه وقويه ومبتسمه في وشها. فاحنا النهارده جايين كل واحد شايل همه وهم البلد، لكن مطلوب منا اصدقائنا اللي قاعدين مستنيين، مطلوب منا يعني نبقى طالعين بقدر الامكان متفائلين ومحبين للحياه. النموذج اللي احنا بنقدمه النهارده، التقرير اللي هنتكلم عنه، البواب عاشق العود، الحقيقه برضو المصريين فيهم حاجه محبه للحياه. يعني لما يبقى كده الدنيا ضلمه كحل، يقوم طالع حد كده عامل حاجه تقول لك لا برضو عمار يا مصر، لا برضو احنا محبين للحياه، لا احنا فينا حاجه حلوه وكويسه. فيمكن التقرير اللي بنقدمه النهارده عن راجل هو مش واخد باله خالص انه يمكن بالتقرير بتاعه بيوصل رساله امل لناس كتيره بتتفرج علينا، ان مازال في بلدنا حاجه حلوه ومازال في نفسياتنا حاجه حلوه. نشوف التقرير، البواب عاشق العود. نشوف التقرير. لما تشوف بواب صعيدي ماسك مقشه مش هتستغرب، لكن لما تشوف نفس البواب وهو ماسك عود وبيعزف وبيغني وبرده جنبه المقشه والمساحه، يبقى ده عم باهي البواب الموهوب. يردك يا عمدي لا 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 عشان ابن عمدي يردك. انا من اسنا تبع محافظه الاقصر. العود والله ده انا كنت الاول كنت اغني، فانا رحت مره فرحت اسوان كده رحله يعني زي ما من المدارس يعني، فقلت اجيب عود عشان اعلم حد عليه يعزف وانا اغني، ما لقيتش حد يعزف، اضطريت اتعلم انا. كذا واحد يقول لي ايه انت بواب ولا طب ما تروح في كباريه احسن. اقول له لا انا هي دي، انا ما اشتغلتش اشتغل العود، ما ضحيش بالعود عشان خاطر شغلانه ما لهاش مستقبل، يعني ما تخزنيش برضه البواب ده ما لهوش مستقبل، لا تامين ولا حاجه. لا انا العود الحمد لله عندي ابني بسام بيعزف عود اشطر منه 100 100، واتعلم مني انا. ببعت لك من قلبي أشواق وحناني يا بر وأماني يا فرحة زماني، ببعت لك من قلبي أشواق وحناني. أنا بعزف من بعد الساعة 11 بالليل، بحيث يكون السكان خلاص استقرت وكله نام ومفيش حد طالع داخل غير الشارع يعني شغال، وأنا بقعد برا شوية كده ساعة من 11 ل 12 جمهور الشارع. الناس اللي معدية وزيراني في الشغل وكله، والناس اللي ماشيه معديه في اللي يقف يسمع وفي اللي يعمل كده، يعني في واحد تقريبا فلبيني او صيني مش عارف شكله، كل يوم يعدي من بعيد ويقول لي فين العود، يقعد جنبي شويه يسمعني. هل المرأة فعلا قادرة على تحدي المجتمع وامتلاك شجاعة البوح والاعتراف، أم إنها مضطرة للتحايل والمراوغة واختلاق الشخصيات والأحداث عشان تمرر اعترافاتها؟ هو ده موضوعنا النهاردة على فكرة في حلقتنا النهاردة، وإحنا بنتكلم عن عندما تكتب المرأة سيرتها الذاتية، ايه اللي بيحصل، بتضطر تسيب ايه وتضطر تحط ايه. معانا النهارده ضيفتين ليهم يعني تجربه في حته السير الذاتيه. معانا الاستاذه نهى محمود وهي اديبه ومدونه ومدونه، ومعانا مي خالد وهي ايضا اديبه ومدونه. اهلا بيكم، نورتونا في ستات معرفوا شكل. طبعا اهلا وسهلا بيكم. وهبدا يمكن بمي واقول في حدود لاعترافات المراه بسيرتها الذاتيه، ولا هي دايما تخشى المجتمع وتخشى الكشف عن اسرارها الشخصيه؟ بصي، لو احنا هنتكلم عن السيره الذاتيه كموضوع عام يعني وارتباطه بثقافتنا العامه اللي لها علاقه، ممكن يعني قد يكون لها في العموم بمرجعيه دينيه، احنا ثقافتنا العربيه بتعتمد على فكره الستر وعدم الفتح الى اخره، دي الثقافه اللي في اللاوعي ودينيه طبعا، في مقابل في مقابل الثقافه الاخرى الغربيه اللي فكره البوح والاعتراف بترتبط بالتطهر. ففي ثقافتنا العربيه بصفه عامه فكره الكشف التام مش مطروحه قوي، لكن
وبعدين نرجع نقول برضو الرجل والمرأة، يعني فكرة الكشف التام ك ك ك ك كرجل وامرأة مش موجودة قوي، وإن كانت موجود يعني دلوقتي الستات بيكتبوا بشكل صريح في كتابات كتير قوي في جميع الدول العربية بما فيهم السعودية بيكتبوا سيرتهم الذاتية بشكل جريء. وإن يعني كان الهدف على هو على القضية العامة الناس تستفيد من ده، وإن كان ده هدف نبيل، لكن ما ينفعش، لأن حتى في الإسلام بيقول كل أمتي معافى إلا المجاهرون، فربنا ما يحبش المجاهرة بس. لا هي يعني ده من المنظور الديني، لو ناخده من المنظور الجمالي إن لما بتقري سيرة ذاتية أنت بتاخديها كأنك بتقري كتاب حد عمل الحاجات بتستفيدي منها، مش هيبقى فيه فكرة التخيل يعني انك ممكن تتناهي مع الشخصية دي. يعني احنا بنتفرج على افلام مثلا سينما عارفين ان ده مش حقيقي، ورغم كده بنبكي مع الفيلم، وممكن الفيلم ده يشكل وجداننا فيما بعد، تقولي انا زي دي، انا مش عايزة ابقى زيها او عايزة ابقى زيها، رغم ان احنا عارفين ان هي حاجة مش حقيقية. فبيبقى فيه مساحة للخيال ومساحة للابداع. اما لو هي سيرة ذاتية بحتة فانت بتقري الكتاب كنص، يعني حاجه تستفيدي منها، خبره تستفيدي منها. طب احنا عايزين برضو وجهه نظر مي في نفس السؤال. ما انا كنت هسالهم هما الاثنين، انتوا ليه فكرتوا تكتبوا سيره ذاتيه؟ نهى ومي، يعني ونبدا بنهى، ليه فكرتوا تكتبوا سيره ذاتيه؟ سوري، يعني عندك ايه عايزه تقولي للناس؟ مش دايما انت بتكتب سيره عشان تقول للناس انا عظيم وعملت حاجه مهمه، بس ساعات بتبقى مرتبك فبتحب تشترك وتشاركهم في تساؤلاتك وبتطرح احباطاتك دي على العالم، و يعني تبقى عايز تجرب الحياه. يعني انا عن نفسي يعني انت تعترفي لان ساعات الكتابه بتبقى في النوعيه دي نوع من الاعتراف زي ما هي قالت، بس هي اظن انه لعبه السيره الادبيه اعقد من الاعتراف. لانه لازم يبقى فيها لغه حلوه، ولازم يكون فيها تحويل العادي لمبهر، او حتى تقديم العادي بشكل سيارة يتماس مع الاخرين. فانت برضو بتلعبي، يعني انت ما بتقوليش الواقع كما حدث، مجرد تحويله لكلمات هو بقى ليه مال الادب وعليمه على الادب، يعني هي دي نفس الحكايه. يعني انا مش عايزه اقول كلمه سيره ذاتيه، هي نسميها سيره روائيه، اللي هي انت ممكن تلعبي في الاحداث، بتخلطي بين العام والابداع، تخلطي بين الواقع والابداع، بين العام والخاص، يعني بتلعبي، يعني لازم تدخل حته من انا، يعني في الستات ما بيعرفوش يكذبوا، لازم تدخل حته الكذب ده اكيد. حتى لو ليه ما نسميهاش خيال؟ هو خيال، يعني لا يعني الصناعه، قيمه البرنامج، فبراكت العالم بالظبط. يعني حتى لو انا قررت اكتب مثلا سيره ذاتيه بحذافيرها، ما اقدرش امنع نفسي من ان انا اجمل ذاتي، وده كان قد يكون مش حقيقي مثلا، او اهم الشخصيات انا نفسي في حياتي اليوميه مش حباها، او العكس، يعني او ابرز حاجه انا حباها ما تكونش بالقيمه دي، معصر رقيب يشتغل تعيد صياغه، ما تبقاش سيره ذاتيه بالمعنى ده، المعنى كلمه بحذافيرها، هي سيره روائيه، سيره داخل فيها الابداع. طب اسمحوا لي اول ان احنا ناخد التليفون الاولاني، لان هو رجل واحنا بنتكلم في موضوع نسائي، فجميل جدا ان احنا نقول له اهلا وسهلا استاذ سيد، وبعدين نكمل حوارنا. اهلا وسهلا استاذ سيد، اتفضل. اهلا يا فندم. أنا أولاً بوجه لكم شكر يفوق حدود المنطق والعقل الذي تفعله في هذا البرنامج، أنا بعتبره أخطر البرامج الذي تؤدي إلى إصلاح حال هذا المجتمع. يا رب يا رب. فبين الأستاذة أميرة والأستاذة مفيدة والأستاذة منى عبد الغني، أنا مش متخيل إن مصر فيها ناس تستطيع أن تناقش مشاكلنا بهذه الصورة. الحمد لله. بالنسبة لمجتمعنا سيظل دائما وأبدا إذ لم يعرف قيمة المرأة في حياته سيظل التخلف يعني صنوان لهذه البلد. عندما تجعل نص المجتمع يجلس في البيت وتحاول أن تعيد، تقول لا قانون الخلع نلغيه، مش عارف نعمل إيه، نسوي إيه، هذا المجتمع لن يقف على قدمي ولن يصل إلى أعلى مراتب السمو إلا بمشاركة المرأة مشاركة حقيقية. أنا عايز أقول الحاجة، هؤلاء الذين يخرجون على القنوات ويقولون المرأة مش عارف إيه والرجال قوامون على النساء، أقول لهم ارجعوا للقرون الوسطى وعيشوا فيها لتعرفوا أن المرأة عندما تكون صح تصلح حال المجتمع بإرادتنا وبغيرها. صحيح. أقول لكم ببساطة مطلقة، أنتوا اللي بتتكلموا دلوقتي، الهانم بتتكلم، واحد يقول إيه دي طالعة مش لابسة حجاب، أنا عايز أعرف ما دخل الفكر بما يضع على الرأس.
بقت في دخل الفكر فيما يقول الانسان. الوصايا التي نصنعها على الاخرين في مجتمعنا هي دي نمط الفرص والضياع اللي احنا عايشينه لغايه دلوقتي. يا جماعه المراه هي ام واخت وست ومعلمه وخالقه، فاذا لم تعيدوا اليها معناها، واذا كنتم مش فاهمين بصوا للثلاثه اللي قاعدين دول وشوفوا بيعملوا في المجتمع. ربنا يخليك يا فندم. خمسه يا فندم، خمسه. هيعيدوا الى المراه او ايه؟ ما يعيدش ليها. المفروض نفرض عليكم ارادتنا ايا كانت ولتعودوا الى موقفكم الحقيقي منا. انما هذا الاسلوب انا ما بكذبش عليكم يعني ضايع. واي مره في المراه تقول زي ما هتقول ايه لما الراجل يحب امراه يقول والمراه ما تحب رجل ما يقولش؟ ليه المانع؟ في ايه؟ احنا بنقعد نجهز المراه لانها تكون هنا وتوكا هنا، وبعدين لما تيجي تتجوز نقول لها الراجل مش عارف كذا ومش عارف ايه. المراه شيء جميل جدا في حياتنا، هي النور وهي المعنى وهي الحقيقه وهي الخيال وهي الحلم. ابوس ايديكم قولوا للرجاله الضعفاء اللي مش عارفين انا هتبقى قيمه ومعنى. بنشكر حضرتك استاذ سعيد، حضرتك جدا يا فندم، تاخيرك ميرسي جدا يعني انت يعني رفعت معنوياتنا. ميرسي يا استاذ سعيد. شكرا. انا عندي سؤال بقى. انا عارفه ان اميره عندها خبره كبيره جدا في حته المدونه والسير الذاتيه، هي اللي بتحب تكتب، لكن تعالي ناخد الجيل اللي ممكن ما يكونش عارف يعني ايه السيره الذاتيه غير لما بترتبط بحد قرب يموت او حد خلاص كبر فقرر ان هو يكتب السيره الذاتيه. السيره الذاتيه بالنسبه لي هي الكلمتين اللي انا قلته لكم، او بعد وفاه حد زي اسفين. فهموني ايه الاختلاف ما بين اللي انا بتكلم عليه واللي انتوا بتتكلموا عليه؟ انتوا الاثنين فهمتوا؟ انا فهمت سؤال. طب جاوبيه. اوكي. على فكره احنا مش كاتبين سيره ذاتيه، يعني سيره ذاتيه تحديدا عشان اقول انا كتبت سيرتي الذاتيه اللي هي انا هبدا من الطفوله وخبراتي وانجازاتي وكده. دي اللي انا ده اللي انا فاهماه وهو ده الصح. على فكره احنا مش كاتبين، انا مش كاتبه سيرتي يعني ذاتيه، يعني لقطات من حياتي، لمحات. وعامه المراه لما بتكتب يعني يمكن الروايه اللي معاكي دي مثلا فتره انا كنت في الجامعه كنت عايزه احط فتره انا بحبها وبتلح عليا كل يعني كل شويه وحطيتها في روايه. ما اقدرش اقول ان دي سيره ذاتيه. انا حاطه فيها ملمح ملمح ملمح, ملمح من حياتي. لكن هي مقعد اخي في قاعه ايوشت. انت ده الكتاب اللي انت مختاريهولي انا لشخصيتي. ومختاره لكل واحد فينا كتاب برضو هنا عشان بتاعه المزيكا والفن. تانجو موال دي اخر روايه كتابي. قالت لي نساء متمردات، اشمعنى انا؟ ده انا مش متمرده خالص. كل واحده شخصيه. فده ملمح. يعني لو عايزه بقى تقيسي السيره الذاتيه بتاعه حد شخص ما كتبش سيرته ذاتيه بالمعنى التقليدي اللي قلتي عليه، هاتي كل اعماله وجمعيها على بعض وحاولي تطلعي سيرته، وبرده ممكن ما توصليش للحقيقه ده كاملة. يركبوا بازل بقى. ما في فتافيت كده تشرك ترسم سيره الحقيقه كامله. المراه برده لما تكتب يعني تقول انا بكتب سيره ذاتيه زي ما الاستاذه اميره كانت بتقول في المقدمه علشان تهرب من الواقع الحالي الاني قوي، تقول ملامح من الطفوله زي حضرتك بالظبط. وصفتيها صح. اميره قالت انا بكتب بس بكتب وانا عامله حساب المجتمع وولادي والناس. الرقيب الداخلي. الرقيب الداخلي. انا لسه هسالكوا على الرقيب الداخلي ده. نظري مغيره خالص لده. طب اتفضلي يا ريت كلمي. التاريخ فضل يكتب بما يمليه الساده والامراء يعني. صحيح. ما اتكتبش ابدا بايد العبيد اللي بنوا الهرم ولا بايد الشعوب دايما، لكن الفن والادب يعني في المستعمرات الامريكيه في امريكا اللاتينيه اول ما دخلوا كانوا بيمنعوا الروايه وكانوا بتدخل متهربه لانها بتدعو للتمرد وخيال صياغه العالم. فالتدوين والكتابه الجديده خلقت تاريخ موازي، خلقت عوالم يقدر فيها الناس تتكلم عن اللي شافوه بجد واللي عاشوه، مش بس اللي بيدرسوه في التاريخ اللي يعني طول الوقت هو مش حقيقي. طب اسالك سؤال عشان انا بصي لو بصيتي هنا هتلاقيني كاتبه نهى التدوين، يعني انا انت حطيتي ايدك على نفس النوع. هل فكره التدوين ان احنا بنكتب في الانترنت ملناش كتاب مفيده تجيبه وتقراه وتحاكمنا عليه، فكره التدوين وانك بتكتبي واصحابك بيقروا واحنا كده مع بعض في عالم حر ساعد على اطلاق الالسنه والخيال؟ يعني انت لما نهى قررت تكتب قبل ما تنشر كتابها هي قاعده بتكتب على النت، فهي بتكتب براحتها واميره بتخش ترد عليها وفلان احنا في قاعده خاصه، مش لما تشجعتي نشرتي. يعني هل التدوين عمل ده؟
انا بحب قوي اكتب مذكراتي، لانه طول الوقت ببقى عايزه اراجع انا عملت ايه طول اليوم، وبحتفظ باجندات وبعد سنين برميها، لانه مش عايزه اذكر على حد لما اموت هيعمل ايه بورقي ده لحد ما ظهر التدوين. فقلت بدل درج المكتب والورق خلينا نعمل كده. انا مدونتي ابتدت سنه قبل نشر اول روايه ليا، هي دلوقتي فيها تقريبا 100,000 زائر، وهي شغاله كويس واتعملت كتاب كمان. سميها ايه؟ كركيب. بصي بصي يا مفيده، انا سميها ايه؟ كركيب. مش بطرمه ما ملولو، لا كركيب. هي لمت كركيبها، هي لمت كركيبها في المدونه. كركيب نهى. طب يعني النشر كده بيروح عليه؟ يعني انت بتضيعي من فرصه ان انت تنشري كتبك اكتر وتكسبي منها اكتر؟ النشر الورقي. عارفه ناس ابتدوا، سوري مش هروح. انا يعني ده بيزود الفيزيت. انا عندي والمدونه دي بعتبرها حاله ابداعيه خاصه لوحدها. انه هي ممكن تغضبي عليها وممكن تتكلمي. انت ما رديتيش عليا، اطلقت لك لسانك. لا هو كان شغال لوحده بس مش عارف يعمل ايه. يعني هو كان بيلزق في البيت على الحيطان ورق، وكان يعني انا عامله كتاب سيره ادبيه عن طفولتي. ما كنتش اظن اني اقدر اعمله غير لو كنت عملت مدونتي الاول واختبرت اعترافاتي المشينه الخائبه دي. بتعملي بالونه اختبار كده على واتصدمت لما الكتاب ده طلع، لانه الست اطفال اللي هم دلوقتي شباب كبار كانوا معايا، كنت لسه بحكي لمي قروا الكتاب وهم كانوا معايا في نفس البيت، احنا بيت عيله، فكلهم قالوا لي اشمعنى انت اللي اتبسطتي وانت صغيره، احنا كنا معاكي، انت جبتي الكلام ده منين؟ يعني هم عايشوا معايا نفس اللقطات بس لما اتحولت كتابه شافوها بعين تانية. طب عايزين اقرب اكتر اللي احنا بنقوله للمشاهد اللي بيتفرج عليه. هناخد مثل، انا عايزه مثلا نتكلم عن تجربه الاستاذه الكاتبه نوال السعداوي. نوال السعداوي لما قررت ان هي تعمل مذكره او تكتب سيرتها الذاتيه اتهاجمت بطريقه غير طبيعيه. وكانت المذكرات دي اسمها مذكرات طبيبه، مظبوط كده، واتكلمت فيها عن الهجوم الرهيب اللي تعرضت له، واتحدثت بمنتهى الحريه عن علاقتها بالجنس الاخر. تجربتها دي تخلي اي حد يفكر انه يعمل زيها او يكتب سيره ذاتيه بهذه الجراه يقلق 100 مره، لان الست دي اتعرضت واتشتمت واتهاجمت. هل ممكن نغير الصوره دي؟ هل ممكن يجي في وقت من الاوقات السيره الذاتيه تبقى مجرد تنفس رائع لتجربه رائعه بمنتهى الحريه اقدر اكتبها واعرضها والناس اللي قدامي يتقبلوها؟ يا مفيده، اذا كانت رائعه دايما يعني هل احيانا بتبقى الصوره اللي بيكتبها قبيحه وانا بحاول اجملها او اقدمها زي ما هي؟ انا ممكن اقول رائعه بالنسبه للي بيكتبها، بس المهم مش ان هي بقى ان انا اتقبلها ولا لا. بصي، في كذا جزئيه للي بتقولي. يعني الاستاذ نوال السعداوي في وقت انا كنت بكتب وانا صغيره جدا، يمكن ما كنتش اقدر اكتب الكتابه الادبيه العاديه، يعني اخجل يتفسر ان اللي بقوله هو انا ايا كان، حتى لو مكتوب بشكل فني تماما. بس هي قدرت تكسر الحاجه، هي كسرته، هي ساعدت غيرها انه يتجرأ شويه، مش بالضروره انه يتجرأ زيها لاخر مدى، لكن يمكن الظروف برضو الاجتماعيه بتفرق، يعني ظروف عيلتك وظروف بيئتك وظروف وكده، يعني حسب التنشئه وكده والتكوين الشخصي للكاتب. واحيانا على فكره الرقيب الداخلي ده بيخلي، يعني انا اعترف مثلا ان انا جبانه، لكن احيانا الجبن ده بيخليني اتحايل على اللغه وعلى المواقف بحيث انه يطلع جماليا اجمل، غير لو كنت قلتي موقف بحذافيره بشكل فوتوغرافي كده. بتحاولي تلعبي فيه وتحطي له اغاني وتحطي له يعني تحطي الموضوع بحيل كتيره قوي بحيث انه يطلع في الاخر شكل فني. فده مفيد وده مفيد بالنسبه لي انا، جبني فادني. بيحقق لك ايه يعني؟ بيحقق لي ان انا اولا طلعت اللي عندي، يعني فكره البوح طلعت، بس طلعت بشكل جمالي بحيث انه طلع عمل ادبي فني. ده عندي مي نوها. انا متلخبطه بين جود نوها ومي. لا انا ببسط قوي لما بكتب اللي انا عايزاه كله، لما حد يقول لي فاقول له دي كتابه. هتحاكمني على كتابه كتابه يعني بس دي وجهه نظرك في الكتابه. ما هو لازم اتملص من ده، يعني انا يعني ما فيش مانع انك تبقى جريء على الورق وعامل نفسك جبان قدام الناس كده وكده، علشان ما تكسرش التخييل، عشان ما تكسرش عندهم اللعبه. ما انت لو هتقعد تحكي لي ان اللي انت كاتبه ده حقيقي هفقد جزء كبير قوي من الحدوته. فكره التخييل مهمه قوي. انت بس الكاتب عارف انت عامل ايه حقيقي وايه مخترع، وهو طول الوقت في لعب، حتى منتهى الحقيقي في لعب. ومنتهى المخترع اصله حقيقي. طب اسمحوا لي معلش، انا عايز اسال السؤال هنا.
انت بتخافي انك تكسري التوليفه توليفه القصه للي بيقرا، ولا خايفه المجتمع يبص عليكي بزاويه مش حلوه؟ لا المجتمع يعني يدينك باللي انت كاتباه. انت دورك ككاتبه ان تخلخلي وعي المجتمع وتوجهيه، انت اوبينيون ليدر، ما ينفعش طول الوقت تخافي المجتمع هيستقبلك ازاي، انت اللي توجهيه. انا عامله كتابه حلوه انت استقبلها زي ما هي، مالكش دعوه ايه الحقيقي وايه المخترع. وخصوصا انه يعني كتابه المراه فيها ميزه حلوه جدا، المراه معلمه بطبعها، المراه ام، فمستحيل هتقدم يعني في الاخر خالص هي عندها تبقى قدوه يعني. عندها بوينت عايزه توصلها للناس، فانت لازم تستقبلني حلو. يعني انا عايزه اقارن بين سيرتين بحبهم قوي، سيره فتحيه العسال وجوزها الجميل عبد الله الطوفي. عبد الله الطوفي لو قريتي مذكرات الاثنين هتعرفي بالظبط القصه، هي باديه من اول لقطه بيه العالم يلف ويدور وينتهي عند هذا الرجل الذي تحبه، عملت انجازات عبقريه، بس هو حجر الارتكاز. هي في مذكراته ثلاث ورقات اظن، هو شغال في حاجه تانية خالص. مش هو بس، ماركيز حبيبته اللي هي مارسيلي دي، مارسيلي سوري، هي يعني رفيقه كفاحه وعملت كل حاجه معاه، فهي في مذكراته صفحه ونص، في حين انه يعني مركز وشركه عمره لازم يبقى ليها مساحه. هو دايما الرجل اللي هو محور حياته، هو بيفكر في الكوره وفي السياسه ومش عارف الانانيه، لا دي الطريقه اللي بيشوف بيها العالم، هي مش انانيه، هي دي طريقته، هو بيقعد في الشارع اكتر ما بيقعد في البيت. بس جميله كويس. طبعا عايزه اقول حاجه، في بعض الرؤى التقليديه لكتابه النساء بتقول هي الستات لما بتيجي تكتب بتكتب لنا عن مشاعرها، بحبيت مين واحبطت وكان نفسي في مين، وعن العالم بتاعهم ضيق قوي، فلما يجوا يكتبوا بيكتبوا حتى السير الذاتيه او حتى قصصهم كلها باديه وطالعه وداخله من انا والعالم النسوي الضيق بتاعي. الكلام ده حقيقي ولا تجاوزته الاحداث، ولا انتوا تمردتوا عليه كان حقيقي زمان؟ يعني ايه؟ هقول لك، هو حتى لو كده هو تجاوزه برضه، بس حتى لو كده دي ميزه بتضاف للمراه ان هي تقدر تتوغل في النفس البشريه كما لو كانت طبيب نفسي، تقدر توصف المشاعر، ومن خلال وصف مشاعرها هي بتوصف العالم حواليها، التفاصيل هي بتوصف العالم اللي حواليها. ما هو انا شايفه ده ازاي؟ في حين ان انا لو هكتب تقارير عن الاحداث العامه بس اليوميه اللي بتحصل، ورحت الشغل وقابلني الاستاذ مش عارفه ايه وقال لي ازيك واداني الجورنال وبتاع، ما هو ده موجود في الجرايد، ما انا كده هبقى بكتب تقارير او بعمل مواضيع صحفيه او مواضيع ادبيه توثيقيه. الميزه اللي بتتميز بيها المراه ان هي بتوصف العالم من خلال المشاعر والنفس البشريه، وده على فكره لو الراجل قربت معهم هينجح في حياته، يعني انه هيعرف الست بتعرف الست بتفكر ازاي ويعرف يتعامل معاها. يا ريت الرجاله يكتبوا كده عشان نعرف نتعامل معاها. عايزه اسمع نوها. سوري يا منى، في نفس النقطه اتفضلي. هو الرهان على الكتابه الحلوه، هل تقدم المراه ما يعيب عليها انها بتقدمه بشكل حلو ولا وحش؟ خصوصا ان الرجل لما بيجي يكتب عمل زخم وعايز يوصل فيه مشاعر وحاجات، هو بيختار بطلته مراه، لان هو ما عندوش رجل عنده كل هذا الثراء وكل هذه التفاصيل. ايه الانحياز الفظيع؟ ايه الانحياز ده؟ كده برقت. ايه الانحياز ده؟ يعني انت عايزه تقوليلي ان المراه هي الشخصيه الثريه، فاذا كتبت عن نفسها كتبت بمنتهى الثراء، واذا حب راجل يكتب يجيب واحده ست عشان انت عايزه تقولي كده؟ تصوري اني موافقاكي بس مش عايزه اقول. هزعلي بقى الاساتذه يعني. انا موافقاكي بس مش عايزه اقول كده. بس في رجاله برضو عندهم التجارب دي، اكيد طبعا عندهم الحس مرهق جدا، والمرأة والكتابة عن نفس الأستاذ جلال أمين يعني بيتكلم أكتر لما يجي يكتب كتير في تجارب أدبية، تقري له الكتابة دي لأن هو بيعبر عن مشاعر الست وجايبها بالظبط كويس جدا. مش كتير أنا معاكم مش كتير، بس في رجال أنا عايزة أقول حاجة، في أديبات رائدات في كتابة السير الذاتية زي لطيفة زيات ومية زيادة وكده، أنتوا شايفين أن أنتوا جيل تاني خالص ولا امتداد لهذا الجيل؟ يعني في فرق كبير؟ والله انا اتمنى ان انا ما ابقى في سنهم ابقى زيهم، يعني رد ذكي جدا. لا حقيقي انا يعني عايزه اقول لك ان انا ما اعرفش، يمكن اكون الانسانه الوحيده اللي بتتمنى توصل لمرحله الشيخوخه عشان اكتب روايه زي الشيخوخه بتاعت لطيفه الزيات. يعني الكاتب كل حاجه بتحصل له في حياته بيستفيد بيها، فكل التجارب اللي بتمر عليه بتثقله، فبتمنى اني اوصل لاعلى مرحله عشان اكتب احسن روايه. بس متهيألي ان دلوقتي الاديبات او الكاتبات مش
يعني واخدين قرار ما يستنوش لغايه ما يبقوا زي لطيفه الزيات بيوصلوا للشيخوخه. عاملين مراحل خطوات سريعه كل مرحله عشان احنا بنكتب عنها ونرمي ورا ظهرنا عشان احنا كبشر المفروض ان احنا بنستلم الرايه من اخر جيل ونكمل بالزبط. ما بنبتديش من تبدا من حيث انتهى الامر ففي تطوير بتقطعي. الناس دي كلها يعني نوال كانت عندها هي اخذت اول خبطه اللي بعديها بيجي اخف بعديها الطريق بيتفتح في الاخر ما تفضلش الصخره واقفه زي ما هي طبعا. بس انا معاكي في حاجات بس انا معاكم كمان او انا مش معاكم في حته ان انا اتمنى ان انا لما اجي اقرا كتاب احب ان انا لما السيره الذاتيه تبقى موجوده او حد كاتبها تبقى من الاول للاخر. انا عايزه كل الكتاب ده يبقى لامم كل التجارب في حياتها. ممكن ما نلحقش يا مفيده ما نلحقش ما نلحقش. طب ناخد معانا سادره. اهلا بحضرتك استاذه سادره اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. برضو بكرر يعني ما شاء الله نجاحكم في البرنامج. الله يخليك. حلو قوي اللي بتقولوه النهارده جميل طبعا. بس هو يعني انا هقول لك عن تجربه مش بتاعتي بتاعت واحده صاحبتي قوي. هي لما كانت هيك عملت تجربه قليمه جدا وحبت انها تعرفها للناس من باب ان ما حدش فيها يعني. فكلنا شجعناها بصراحه من كتر مراره التجربه اللي مرت عليها. فدخلت فعلا ما عملتش مدونه دخلت كده عملت زي تجربه او حاجه وسميتها باسم خدي بالك او الكلام ده كان من زمان شويه. اوكي. فبدا يدخل الناس يردوا عليها ويعلقوا فتولدت عندها فكره حب الكتابه فعلا يعني هي ما كانتش عارفه اصلا ان هي عندها الملكه دي او كده وبدات الناس ترد عليها وهي ترد على الناس ودلوقتي ما شاء الله عامله حاجات حلوه قوي. طب الحمد لله. حلو حلو ان الناس يبقى عندها جرأه تقول ولكن برضو في ما نقعش في حته ان انا برضو ما اجهرش بالمعصيه ارضاء لله. وفي نفس الوقت حتى لو التجربه قاسيه ممكن احكيها مع عدم ذكر بقى الحاجات اللي تعرف الناس انا مين. للاسف للاسف احنا يعني مش هينفع نقول كده حتى بغض النظر عن الاعتبار الديني احنا مجتمع شرقي. مش هينفع ان انت تشاور فلانه اللي عملت كذا فاهماني؟ ده طبعا يعني مش هتعرف تكمل حياتها. فانا بقول لك انه من تجربه مريره اتولدت كاتبه صغننه فحلو حلو جميل يعني طبعا. انا نفسي ما بعرفش اكتب للاسف ما بعرفش ادخل اعمل الحاجات دي. بدات ان هي تفتقد ناس عندها مواقف صعبه برضو كتيره مش عندهمش الجرأه يقولوها قوي وبدات تدخل فلطيف قوي الموضوع. بشكرك يا ساتر وبشكرك على وجهه نظرك وبهنيكي على اسمك اسمها جميل. اسمحوا لنا ان احنا نكمل حوارنا عن عندما تكتب المراه السيره الذاتيه بتاعتها يبقى شكلها ايه بعد الفاصل. بنرجع لكم مره تانية وعندما تكتب المراه السيره الذاتيه بتاعتها. كل اصدقائنا على الفيسبوك دلوقتي في بينهم وبين بعض ايه ما بين الراي المؤيد والراي المعارض. يعني مثلا زهره الحياه كتبت لنا على الفيسبوك بتقول ايه حلو ان المراه تكتب السيره الذاتيه بتاعتها لكن بحدود. رد عليها وسيم حداد بيقول لها انا ضد السيره الذاتيه يعني هو ضد السيره الذاتيه عموما. في كمان صديق لينا او صديقه ما اعرفش اسمها اسمه او اسمها ايمان درويش درويش بتقول لازم تكون السيره الذاتيه حقيقيه 100% يعني الدخول في خصوصيات الاخرين مش مطلوب. مش مطلوب منها ان هي ان احنا نكتب في السيره الذاتيه خصوصيات اخرين صح كده. طب انا عايزه ادقق في تعبير السيره الذاتيه ده. يعني رغم ان احنا بنتكلم عن السيره الذاتيه بس واضح ان ردود اصدقائنا على الفيسبوك متصورين ان السيره الذاتيه دي هقول وانا صحيت من النوم ولما ماما ضربتني وبعدين مش عارفه عملت ايه والدنيا مطرت وكده لا هي ما بتبقاش كده. هي بتبقى ومضات لمحات من الست دي الساكته دي شكلها طبعا متمرده عن مايا اكتر يعني دي متمرده اكتر. نهى نهى بتيجي في لحظه ما بيجي حاجه كده بتقب في راسها بتبقى عايزه تقول للناس حاجه تبدا بقى من سيرتها الذاتيه او تبدا من مشوار عملته او تبدا من عالم خيالي محض بتالفه انما هي في حاجه عايزه تقولها للناس ده الاساس. احيانا بعض الكاتبات ما بتعملش كنترول تبنى السيره الذاتيه لانهم عايزين يقولوا للناس حاجه فالمفردات اللي في ايديهم بتاعه حياتهم هم عارفينها وعارفين يتصرفوا معاها ازاي ويعيدوا تركيب الصوره منها ازاي. وفي فرق كمان ما بين من يكتب السيره الذاتيه بالظبط يعني هل هو سياسي هل هو كاتب هل هو يعني الفكره قصدي انه هيخش فيه تاريخ او يعني انت يعني تعريف الروايه الجديد عند بختين بيقول ان الروايه شيء لا منتهي
يعني لو حطيتي سيره ذاتيه كتبتي عليها روايه، طالما حطيتي فيها يعني كلمة رواية تراها هي يعني خلاص ده منطقها، يبقى دي رواية وانت لك ان تقبلها كقارئ كده، تعرف ان هي الكاتبة ما تعرفش دي مشكلتك، بس هي اختارت انها تقول لك ان دي رواية. لكن لما يكون في زعيم سياسي كتب حاجة بنقعد طول الوقت نقول الاحداث دي حصلت، الثورة دي كانت حقيقية كذا، يعني برضو بس انا دي نوعية السيرة الذاتية اللي انا اعتقد ان كتير مننا كمصريين بيهتم بيها ويحب يروح يشتريها. احنا بنفتح مجال تاني، نوعية تانية من السيرة الذاتية بنحاول نلفت النظر، يتخيل على سيرته ويقول يعني ويقول عنها يعني. مثلا في كاتبه زي ايزابيلا ليندي كتبت، هي بتقول لما قابلت زوجها الثاني اللي هي عايشه معاه دلوقتي عجبتها جدا قصه حياته، ففي اول مقابله عشاء بينهم قعدت تفكر احصل على القصه ام اتزوج الرجل، وفي النهايه قررت ان اتزوج الرجل واكتب القصه. وعملت روايه بديعه اسمها انفينيتو بلانيتو، قصه الخطه اللانهائيه، يعني تجربه سريه جدا عن رجل هي احبته وتمعت في قصته فاتجوزته. طب عارفه السنه اللي فاتت طيب. ناخد تليفوناتنا معلش يا اميره، معانا الدكتوره رشا سمير، هي كانت مفيدة. صديقه معانا، برافو عليك. دكتوره رشا سمير كانت صديقه لينا وضيفتنا، موجوده في فاكرين الحلقه بتاعت المشاكل الزوجيه والخلافات الزوجيه، فبنحييها. اهلا بيكي يا دكتوره رشا. مساء الخير عليكم، مساء الخير استاذه مفيده، استاذه اميره الجميله، استاذه منى، مساء النور يا حبيبتي. طبعا سعيده جدا ان انا معاكم تاني تليفونيا، اتمنى ما اكونش زهقتكم يعني. لا خالص، اسعد، احنا اسعد. بس الحقيقه يعني عنوان الحلقه شدني ان انا اتكلم، يعني نظرا ان انا كاتبه وكاتبه امراه، فحابه بس طبعا اقول ان يعني اغلب الاراء اللي سمعتها طبعا مظبوطه، لكن الحقيقه يعني بحب اضيف ان الست لما احيانا في احيان كثيره بتتفوق على الرجل في الكتابه، حتى لو دي سيره ذاتيه او غير ذاتيه، يعني انما عندنا كاتبات سيدات زي مثلا استاذه رضوى عاشور، الاستاذه اهداف سويس، كتبوا كلام حاجات جميله جدا يعني. فيجوز الست احيانا يمكن المجتمع بيبص بس على الست اللي بتكتب سيره ذاتيه انه دايما بيحكمها في اطار انها بتكتب تجربه شخصيه، ويعني يعني حتى لو كتبت عن حاجه ثانيه دايما بيقال ان دي قصه حياتها او هي تقصد حد تعرفه. طبعا ده مش شرط يعني، انما في كاتبات عملت سير ذاتيه عظيمه جدا. الحقيقه الحاجه اللي كنت عايزه اقولها ان في كاتبه جميله جدا يمكن ما حدش سمع عنها قوي، هي مشهوره طبعا جدا، هي مليكه أفقير، معرفش طبعا اذا كان حد قرا الكتاب بتاعها ولا لا. هي ليها كتاب من اروع ما يكون، هو سيره ذاتيه شخصيه ليها اسمه السجينه. مليكه أفقير لمن لا يعلم يعني ابنه الجنرال أفقير اللي كان في المغرب قبل كده، وهي مغربيه الاصل، كانت موجوده ايام الملك حسن الثاني. والحقيقه هي ابوها قاب انقلاب ضد الملك الحسن، وبالتالي هي سجنت هي وعائلتها في غياهب السجون لمده 20 سنه. كتبت هذه التجربه الجميله في كتاب اسمه السجينه. الملك الحسن اغتال جوزها في تقريبا، اعرف كده. بالظبط كده، اغتيل جوزها. فاهم؟ زوجها الملك الحسن اغتال جوزها، يعني اغتال جوزها، وهي اصلا على فكره متربيه في عند الملك الحسن في القصر، يعني هو تبناها ورباها، ولكن لما والدها قام بانقلاب على الملك الحسن او اتهم بانقلاب يعني. هو دكتوره رشا، هي دي بقى نوعيه السير الذاتيه اللي تلفت نظر كتير مننا ان هو يروح يشتري. يعني دايما انا الخلاف اللي انا بحاول اوصل له ان احنا ما عندناش ثقافه ان انا اخش واقرا في مدونه عن تجارب الاخرين. يعني انا دايما بحس لما تبقى المدونه دي تجربه شخصيه حصلت مثلا في اسبوع في شهر، لكن اللي انت بتقوليه يا دكتوره رشا هي دي اللي انا باطلق عليها سيره ذاتيه في تجربه حياتيه كبيره اقدر افهم منها ايه اللي حصل من اول للاخر. انا طبعا اتفق مع حضرتك تماما في النقطه دي، لان فعلا الكتاب يعني لو حضراتكم جيتوه قريتوه ما تقدريش تسيبيه من ايدك الا لما تخلصيه. بس ده مش الشكل الواحد للسير الذاتيه. طبعا انا فاهمه، انا فاهمه، لكن ده شكل من الاشكال، ان ده شكل من الاشكال اللي يلفت نظر كتير مننا انه يروح يشتري الكتاب. طبعا الكلام اللي قلتوه قبل كده ان فكره ان واحده تكتب سيرتها الذاتيه جوزها منكد عليها فكتبت سيره ذاتيه، طبعا ده موضوع مش ده النهارده دي تجربتها الشخصيه يعني. احنا كده منتهى التمييز ضد الراجل. ما هي تجربتها ومهمه. ماشي، بس مش سيره ذاتيه، تجربتها مهمه يعني. هي طبعا مهمه بالنسبه لها هي اكتر ما بالنسبه لحد تاني، انما لما حكي قصه زي قصه السجينه دي وتقوم القصه تعمل نجاح غير عادي وتترجم لمثلا 38 40 لغه، فتقوم تعمل لها جزء تاني وهو الغريبه، والجزء ده كان بعد ما خرجت من السجن وبدات تحاول تتاقلم على الحياه وهي بقى لها 20 سنه ما شافتش نور. الحقيقه قصه رائعه بكل المقاييس.
يعني بصي. انا بس كنت يعني طبعا اسفه اني طولت عليكم، بس كنت حاسه يا دكتوره رشا يعني مثلا انا لما اقرا مذكرات ماركيز الراجل الاديب العالمي اللي واخد جايزه نوبل، اكيد حجم التجارب اللي اتعرض له مختلف عن حجم التجارب بتاعت نوعه او حجم التجارب بتاعتي 60 سنه كمان، لكن ده ما يمنعش ده هم نوعين. وعلى فكره اقل كتب ماركيز جمالا هي سيرته الذاتيه. ده انا بشكرك يعني. يا دكتوره رشا شكرا. يا دكتوره رشا شكرا. انت ليكي وجهه نظر. انا عايزه احكي بس ناخد تليفون تاني على طول. انا عارفه انك عايزه تحكي لنا حاجه. انا سمعت عشان التليفونات جمهورنا على راسنا. اتفضلي يا استاذه نسمه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك فاكره في البرنامج جميله جدا وانا معجبه بيها. الله يخليكي يا حبيبتي. بس بالنسبه للموضوع اللي حضراتكم بتتكلموا فيه ماشي، انا عايزه بس اقول لكم حاجه بسيطه او انا اعرف حاجه ليا شخصيا قوي. والدها خرجها من المدرسه ومراته 15 سنه جوزها غصب عنها، خلفت جوزها توفى بعد الجواز بسنتين وهي دلوقتي عمرها 20 سنه. بالنسبه يعني الوضع دوت تبقى سيره ذاتيه سودة جدا في حياتها وعموما معاها طفلين يعني ربنا اعلم بيها. تمام. اهل اشيين عيشه وحشه ولاد في رقبتها وهي اساسا طفله. اوكي نسمع، هل هي جربت انها تكتبها في سيره ذاتيه ولا انت قصدك ايه من هي حاولت بس منها ما كملتش تعليمها مش عارفه. هي حاولت دي تجربه صاحبتك والدها خرجها من ثالثه اعدادي. نسمع ثالثه اعدادي يا دوبك كانت لسه هتاخد ابتدائي انا عندي احساس انها نسمع دي تجربتك انت ولا تجربه صاحبتك؟ لا تجربتي انا شخصيا. ايوه انا صوتك باين. عارفه يا نسمة عايزه اقول لك حاجه، دايما صاحب المشكله وهو بيحكيها بيبقى باين عليه جدا ان هو صاحب المشكله. بس مهما يعمل ما بيعرفش انه يداريها. بس انا عايزه اقول لك حاجه مفيده. انت سامعاني يا نسمة؟ نسمة بتحكي تجربه. هي اتجوزت وهي عندها 15 سنه وجوزها مات واهلها اجبروها على الجواز ومعاها اطفال وعايشه في ظروف قاسيه. تمام. لو هي قررت تكتب الحدوته بتاعتها دي، اولا هتعبر عن كل المشاعر المتناقضه اللي مرت بيها في مراحل مختلفه. تمام. ثانيا هتوصل رساله للناس، ربما ما تجوزوش عيالكم في السن ده، ربما ما تعملوش فيهم كده. لا مشكلك دون مساس بالعيله. طبعا بشكر بس ما تقدرش تحكي. يعني مثلا شارلوت برونتي واملي برونتي دول عاملين حاجه في كلاسيكيات الادب، كل واحده فيهم كاتبه روايه واحده بس هي قصتها، جين اير ومرتفعات ويزرينج. ما عملوش غيرهم. انت بتتكلمي في ايه؟ انت بتتكلمي في الادب العالمي. ايوه ما احنا بكره نبقى ادب عالمي. جين اير وودرينج هايتس بالنسبه للادب العالمي على فكره احنا مترجمين ادبنا على فكره بالظبط كده. بس وودرينج هايت وجين اير الاثنين اثروا مش بس في البلد دول اللي كتب فيها، مش مختلفات في العالم كله. فمثلوا البنتين دول مثلوا بنات العالم كله. يا مفيده انت عرفتي عنهم لان ادبهم اترجم ووصل لك. لا دي واحده، العالم مليان تجارب. دي واحده اسمعيني، انا احنا عرفنا عنهم مش عشان احنا درسناهم، احنا عرفنا عنهم لان القصص دي بتمثل البنات في كل انحاء العالم. يا سيدتي وكمان اتعملت افلام يعني كمان الفيلم بيساعد جدا على مستوى العالم كله. كاتبات كثيرات بيكتبوا، ممكن تبقى كتاب نهى عظيم بس ما تترجمش وما كانش ليه حظ هم هذا النشر وهذا التوزيع. يعني هي الفكره في كده او كتب مي. ليه مي؟ عايزه اقول لك حاجه، ان يجي يوم تاخدوا نوبل. لا احنا ترجمت الماني وانجليزي. طب كويس. انا بس عايزه اقول للاستاذه اميره حاجه، هي فكره مين اجرا ومش مين اجرا، هي الابروتش. يعني انت ازاي هتتناولي افكارك؟ يمكن نهى بتتخفف من افكارها على طول واحده بواحده على المدونه وبعدين تيجي تصيغها في صيغه روايه. انا عندي شويه انانيه الفنان. انا استفزيتك. لا اصل انا عندي انانيه الفنان حقيقه. مش بحب اهدر اي مشاعر او اي افكار حتى ما اكتبش صحافه. كله بيتحوش ويطلع في روايه بحيث يطلع العمل المتكامل اللي بتقول عليه. ايوه اللي انا يخليني ان انا اقرا كتاب يا جماعه. نفسنا نعرف حاجه واحده بس اتعملت يعني مثلا متكامله عشان اعرف اندمج معاها. هو ده وجهه نظري. ممكن نسمع من مي مثلا قصه الجامعه الامريكيه واستاذتك سريعا كده. لا دي كانت مرحله بتلح عليا. بتلح عليا
حياتي في الجامعة وان انا كنت مرتبطة جدا بالجامعة الامريكية. بعدين لما اتناقشت مع ناس كتيرة، يا جماعة انا طبعا كنت شايفاها فكرة عبيطة، ايه يعني صبيان وبنات في الجامعة وبتاع، لقيت ان كل الناس عندهم حنين رهيب في جميع جامعات مصر لفكرة الحنين للجامعة ده. وعايزة أقولك أن أنا استغربت جدا أن أجمل ندوة عملت لي لمقعد أخير في قاعة إيورت كانت في المنوفية في محافظة، ولقيت الناس متماهين مع الشخصيات جدا لأنها مشاعر إنسانية بتمس أي حد عاش في الفترة مرحلة سنية الناس كلها عدت بيها وكذا وكذا. الذكاء بقى يعني فكرة الحرفة في الكتابة أنك تختاري حاجة لها خصوصية، مكان له خصوصية أنت توفر لك أنك تكوني موجودة فيه. يعني مش كل حد كان طالب في الجامعة الأمريكية علشان يعرف داخليات المكان. في الرواية دي مثلا بس اديتيني الصورة اديتك وأنا هقراها أكيد كخلفية اديتيها لي فهمت خلفيه مش وصف للمكان. مثلا في روايه تانية دي مثلا تانجو موال البطله مذيعه وانا مذيعه، فانك تدخلي الاذاعه دي برضو مش اي حد يقدر يدخل المكان التفاصيل ويعيش. طيب هتوصفي عالم انت داخلاه وعايشاه. هنكمل القصص بس ناخد تليفونين. عندنا وفاء وبعدين عندنا الاستاذه بركسان رمضان. ناخد اول استاذه وفاء. اهلا وسهلا بحضرتك استاذه وفاء. الو اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، ازيكم كلكم؟ الحمد لله. والله انا عندي فضول رهيب، نفسي اجي اقعد في النص. دوري الينا وجميله جدا. تعالوا ومدام منى اللي هو العقل بقى والتدين يا رب جعلنا خير. الخبره والمعرفه وحاجات يعني مش ممكن. انا عايزه اقول لك ان انا اديبه من منازلهم. كويس. بكتب حاجات مش قادره اقول لك، يعني بخرج من جوايا طاقات رهيبه، لكن انا مش عارفه انشر فين. على المدونه، اعملي لك مدونه على الانترنت. المدونه ديت انا خايفه جدا اي حد يدخل يشاركك افكارك. انا ابدا هيتواصل معاكي. اعملي مدونه على الانترنت وانشري شغلك وهتبتدي الناس تتواصل معاكي، هيجرؤوكي، هتطوري ادوات شغلك، هتتحسني. هي ممكن تسجلها زي الافكار في شهر من غير ما هي اول ما نزلت على المدونه ما هي باسمها. هي سلاح ذو حدين المدونه، مش هتقدر تثبت انها بتاعتها. انه مش كل حد بيدخل ويقول لك انت عظيمه يكون رايه صح. لا يعني طبعا يعني الكتابه في النهايه هيبقى في تفاعل غير الخرس ده. طيب وفاء تنصحوها بايه؟ وفاء من الواضح ان كل ضيوفنا بما فيهم اميره اعتقد، لان اميره تجربتها بتكتب. كمان بتكتب. اعتقد انك محتاجه ان الاول تعملي مدونه. شوفي اختبري الماء، اختبري الماء، خشي الماء. مناطق ان انا لما اعمل المدونه ديت محدش يخش ياخد مني افكار. بقول لك ايه، خليكي جريئه. انا بايه عايزه جريئه. خليكي جريئه. انا قعدت 11 سنه اول مجموعه قصصيه ليا، 11 سنه ركناها في الدرج. كانوا بيقولوا ده الادباء الكبار بياخدوا افكار الصغيرين ويحطوها على اساميهم. 11 سنه. عايزه اقول لك ان اخر روايه كتبتها لاني خلاص اتجرأت بقيت اديها لاصحابي كده اول ما كتبتها عشان اعرف رايهم. بوزعها فعلا الافكار بتتسرق وبتتعمل. لا بيبان بس بيبان اولا بشكرك يا وفاء. بشكرك يا وفاء. بصي يا وفاء معلش بسرعه، انت الواحد لما بيكتب على المدونه انت بتكتبي وبيبقى عندك مسودات سواء على الكمبيوتر او على فتقدري تثبتي شغلك. مش كل الدنيا حراميه بس يا جماعه. انا عارف انا بالظبط. انا عايز اقول لكم حاجه، تصلوا على النبي وتكتبوا كده. المدونه ما هي الا احساس انك انت بتعترفي لنفسك وتخلي الاخرين يشوفوا وجهه نظرك في الحياه. عيشوها التجربه دي، التجربه دي حلوه فحسوها وما يهمكوش مين. بصي مفيده بتقول لك خايفه تتسرق، يعني هي خايفه تتسرق فما بتنشرش فموتها روحها وبعد كده خلاص الدنيا مشيت. استاذه بركسان رمضان اهلا بحضرتك. انت وعدتينا مرتين لغايه دلوقتي انك تكوني موجوده في مواضيع ولغايه دلوقتي ما جيتيش. اول واحد في حته البنات وبيتجوزوا، ادي تاني لقاء مع حضرتك. مساء الخير يا مفيده، وانا بشكركم عشان اديتيني فرصه اشوف حبيبتي مي اللي بقالي كتير قوي. حبيبتي حسيني جدا وفرصه ان انا اسلم عليها واسلم على نهى وابارك لها اذا كان يعني حدثي طلع مظبوط ان هي اللي خدت الجائزه الاولى في مؤسسه دبي الثقافيه. نسيت ده يخليك شاحمر ايه. لازم نقول ان هي خدت الجائزه الاولى عن الوطن العربي كله. وبرغم ان انا ما قريتش الروايه، وكويس ان دي تبقى دعوه ليا ان انا اقول لها انها تبعت لي الروايه على الاخبار. شرف ليا طبعا يا استاذه، عشان خاطر يعني انا متاكده ان هي عامله شيء متميز جدا. اشكرك استاذه بركسام. ايه اهم القصص السيره الذاتيه اللي توقفتي عندها او الكتب اللي توقفتي عندها؟ والله انا قريت معظم السير الذاتيه بحكم عملي كمحرره ادبيه في جريده الاخبار، بس اكتر السير الذاتيه اللي قريتها يمكن حوالي لو قلت لك
يعني عدد مرات مش عارفة عددها ده أيام معه لكل تكور. يعني من أول الأعمال الإبداعية اللي مكتوبة من أكتر يمكن من 30 أو 35 سنة أو أكتر سيرة ذاتية أيام معه لكل تكور. يعني لأن هي نموذج للرواية الراقية في تناولها وفي أسلوبها وفي هدفها والصراحة الغير جارحة، الصراحة الجميل، الصراحة اللي بتعيشك في جو وفي مود مختلف جدا. احنا للأسف الشديد في مصر بقاني من تجربة حكاية انك انت وانت بتحس انك انت زي ما تكون في عسكري واقف على كتف كل جملة بتكتبيه بيتيالك هي جملة ممكن تكتبيه قال ازاي تشبيه حقيقي وما كانش حرية تعبير في الإبداع فيه العمل ما بيبقاش مكتمل. زلنا لحد الآن نكتب بخوف خاصة المرأة، أما بالنسبة للرجل فالمسألة بتبقى إن هو بيكتب بيقدم صورته وعايز يقدم نفسه بها للناس حقيقي. احنا بنشكر حضرتك طبعا الصوت يعني. للاسف بيقطع يعني الموبايلات. شكرا استاذ ابتسام رمضان، شكرا لحضرتك. بنشكر حضرتك. على الفيسبوك ايمان درويش درويش بيقول سؤال حلو قوي، يا ريت تتكلموا عن السيره الذاتيه للمواطن المصري. هتطلع او بتقول يعني مش لا ده مش هو ايمان هو هي واحده ايمان درويش درويش بتقول انا يا ريت تتكلموا عن السيره الذاتيه للمواطن المصري. اسمحوا لي قبل ما نختم حوارنا احنا عايزين ناخد السؤال ده ونساله لنفسنا، لو حبينا نكتب سيره ذاتيه للمواطن المصري. ما احنا مواطنين مصريين. طب ما هم بيكتبوا يعني وجوه مختلفه من السيره الذاتيه للمواطن المصري. معنى ايمان درويش درويش كلامها للي بيحصل دلوقتي. سيره ذاتيه للاحداث. لا اللي بيحصل دلوقتي ما ينفعش ادبيا. مش انا تفهم الناس عامله ايه. لا ده بيتكتب اوريدي كتوثيق للي بيحصل وفي كتب كتيره جدا طلعت بعد الثوره، لكن هي كتب توثيقيه وهي كتب مهمه. وانتوا نويتوا تعملوا ده لسه بدري؟ لسه احنا روائيين يعني لازم نتناول ده بشكل فني والحدوته ما خلصتش، الحدوته لسه في اولها. بس ده ما يمنعش انك ممكن تيجي في لحظه تلاقي روحك مثلا بتكتبي قصه قصيره عن مشهد ما من مظاهره من يوم من حدث من تفاعلك مع بس جميل هيبقى شكلها عامل ازاي. احنا لسه عاملين. بس قصدي اقول لك السيره الذاتيه للمواطن المصري ما هو كل حاجه بتتكتب، كل اديب او اديبه بيكتبوا هم بيكتبوا لمحه او صفحه من صفحات كتاب السيره الذاتيه للمواطن المصري، لان كلنا كل واحد بياخد حته من عنده وحته من عند الجيران وهكذا. جميل جدا. السؤال برضو انتوا بتتكلموا في العموم. انا ما زلت مصممه استاذه اميره منى نهى ومي، لو هنكتب 24 ساعه في حياه مواطن مصري خلال الفتره دي سيره ذاتيه هتختاروا ايه استاذه؟ انت عايزه الزاويه اللي كل واحد يكتب منها. هتختاري لي ايه يا نهى؟ هتكتبي ايه سيره ذاتيه؟ اظن هختار حاجه وعاملين حسابك انك محتاجه انك تفهميني، انا بني ادم ما بفهمش. هشتغل حاجه فانتازيا شويه لان الواقع اكثر غرابه من ان انا انقله زي ما هو. مش هيبقى فيه اي فنيه. هفكر في بكره حلو وبنات صغيره حاطين توك في شعرهم ورايحين مدرسه مطمنين. تفاؤل. هفكر في مصر المطمنه اللي كانت واللي هتبقى ان شاء الله. هكتب انا لسه مقدمه لنهى كانت بتعمل ملف عن الخوف فكتبت عن ليله الترويع اللي كانت 29 يناير. كتبت عنها، كتبت الناس اللي في البيوت كانوا حاسين بايه وحاسسهم ده بعد كده بايه. اسمحوا لي بقى ان انا اسال الاستاذه المدونه المبتدئه اللي عندنا. انا شغاله من فبراير في قصص كل اصحابي، اولا طبعا كلها فانتازيا زي ما نهى بتقول لان الواقع انت مش قادره ترسميه، ما بين الاشياء المرعبه جدا جدا، ما بين المشاعر الموحشه جدا جدا، ما بين التحليق، لدرجه ان انا كتبت حاجه قلت لما فات 50 سنه. بصي لما فات 50 سنه وكنا سنه 2011 يبقى انا بتكلم عن عالم بعد 50 سنه. يعني انت لقطتيني فانتازي. ما بتهربي. لما فات 50 سنه بتهربي. وبقينا سنه وبحكي عن سنه 2011 يعني في امل زي فهو كده. انت ما تقدريش تعملي كاميرا فوتوغرافيه وتصوري ما يحدث، لكن احنا كلنا جوانا خليط. معنى كده معنى انا فهمت من كلامكم معنى ان انتوا مش قادرين تصوروا اللي بيحدث النهارده لان انتوا لسه ما خلصش ما استواش. حتى السيره الذاتيه لازم تبعدي عن الحدث بالظبط. لسه ما خلصش ولسه ما استواش. فهنعمل بما يخص السؤال اللي احنا حاطينه لكل اصدقائنا على الفيسبوك، هل تعتقد ان الراجل اشجع من المراه في الاعترافات الشخصيه؟ 500
فوت قال لنا لا، 146 قالوا نعم، 90 قالوا احيانا. دي مفاجاه النهارده. تحيا نسيان، برافو يا بنات. شكرا نهى، ومبروك للجائزه. اشكرك، الف مبروك. وهنروح لفاصل ونرجع مع مفيده واميره ومشاكل ما بعد الطلاق بعد الفاصل. نورتونا يا بنات، شكرا جدا. المشاكل بعد الطلاق، خلينا متفقين ان دي مشاكل كتيرة جدا بتواجه كل ست، واعتقد كمان بتواجه الرجالة. مشاكل الطلاق بتتلخص في كلمة نفقة، في كلمة مين يقعد مع الولاد، والشقة من في حق مين دلوقتي. مجموعة كبيرة جدا من المشاكل. استاذة اميرة، انت تقدري يعني تسهلي لنا شوية المواضيع. تعالي نبتدي الاول. طبعا عندي اسئلة كتيرة جدا هبتدي معاها، بس اول حاجة هفتحها حتة بعد الطلاق، النفقة. طيب خليني اقول لك حاجه بسرعه جدا. قول. الطلاق بيبتدي مرحله جديده في حياه اصحابه. ليهم حقوق قانونيه مختلفه عند بعض. عايزه اوضح فكره مهمه جدا. الطلاق بيتم بين الراجل والست، مش بين الراجل والاطفال ولا الست والاطفال، وبالتالي حقوق الام على الاطفال او حقوق الاب على الاطفال بتفضل موجوده. عشان اكتر مشكله بنواجهها ان تيجي ست تتصور تعتبر ان تدخل طليقها في حياه اطفالها اعتداء عليها. اقول لها لا، ما هو ابوهم، هو طلقك انتي مش طلقهم هم. الطلاق بيدي حقوق. مشاكل ما بعد الطلاق بتيجي من ايه؟ في حقوق محددها القانون. الناس ساعات ما بتقرر نتيجه بقى لمشاكل الطلاق وظروفه انها ما تديش الطرف الاخر حقوق. هبدا بالسهل اللي هيزعل كل الستات. قول. مني الراجل والست لما بيتطلقوا الاب من حقه يشوف اولاده. انا متخانقه، انا متصالحه، انا اي حاجه في الدنيا، انا بكره طليقي، انا بحبه، احنا متطلقين طلاق مؤدب، متطلقين بالمحاكم، مموتين بعض، الاب من حقه يشوف ابنه. بس في ابهات بيشتروا، يعني نص الاسئله هنا ونص الاعتراضات اللي جايه لنا في الفيسبوك، وانا بعت لك نسخه منها. كل الامهات بيشتكوا ان اول ما بيحصل طلاق يا اميره الاب بينسى ان هو خلف. ما هو ده غلط. ما هو الاب اللي ينسى انه اللي ينسى اولاده بعد طلاق امهم غلط. وعايزه اقول حاجه غريبه، احيانا بعض الستات بتطلبني او تجيني المكتب عايزه استشاره في ايه، تقول لي ازاي ارفع قضيه على طليقي يشوف ولاده. هقول لها يعني ايه؟ تقول لي يعني مثلا هو طلقني بقاله سنه ومش راضي يشوف ولاده، والولاد نفسيتهم وحشه. فاقول لها القانون اللي عملوه ما تصوروش ان في اب هيتجرد من مشاعره بحيث ابقى مطلوب اخد عليه حكم يشوف ولاده. فانتي انا ما اقدرش اجبره على كده، لكن في نفس الوقت انتي بقى حاولي تظبطي نفسيه الولاد بعيد عن النقطه دي. اوكي. الراجل لما يطلق مراته مفروض يديها ثلاث حقوق ماليه. جميل. سهله. قولي لي بقى سريعا. يديها نفقه عده 3 شهور. ها؟ يديها مؤخر الصداق اللي مكتوب في العقد. تمام. يديها نفقة متعة إذا كان الطلاق بسببه، أنا اللي كرهت، أنا اللي مش عايزة أكمل العيشة. أوكي؟ يبقى أنا إما النفقة الأولانية دي نفقة إيه؟ نفقة العدة دي نفقة 3 شهور، اللي هي فترة العدة اللي بتثبت إن الست المطلقة خلاص شافت 3 حيضات متتاليات وبالتالي ما هياش حامل، دي نفقة مدتها 3 شهور. قد إيه بقى بيبقى قيمتها؟ بتبقى نسبة من دخل الزوج يسرا وعسرا، حسب يعني ملهاش نسب محددة، إنما ممكن تبقى حوالي 20% من متوسط دخله، إلا إذا كان دخله عالي قوي. يعني مش ممكن مثلا يبقى واحد دخله مثلا 20,000 جنيه فالمحكمة هتحكم بنفقة عدة مش عارف قد إيه. كل ما دخل الزوج بيرتفع النفقة نسبيا بتقل، لأنه بيبقى المبلغ كبير. الجزء الثاني في المؤخر ده مكتوب في الورقة. طب في ستات كتير هتقولك والله أبهاتنا لما جوزونا كتبوا الطلاق المؤخر المسمى بيننا. وما كتبوش مبلغ. ممكن جدا أنا أروح أرفع قضية وأطالب بالمؤخر المسمى بيننا، وأقول مثلا ان والله ابويا يوم ما جوزني كان متفق مع العريس على ان المؤخر المسمى بيننا 100,000 جنيه، بس ما كتبوش ورقه عشان يهرب من رسوم الماذون زي ما معظم اهالينا بتعمل. طب ايه اللي يثبت يا امير؟ ايه اللي يثبت؟ انا بقى احاول اجيب شهود، حضر وقعه العقد، حضر وقعه الاتفاق، حضر وقعه لما اتكتب الورقه. طب لما اتفقنا عليها. ولو الزوج جاب شهود برضه ده بيبقى هو بيجيب شهود وهي بتجيب شهود، والتقدير في الاخر للقاضي. النفقه الثالثه نفقه المتعه. ايه نفقه المتعه؟ ايوه. نفقه المتعه دي ده تعويض،
المشرع قال لما ست تطلق غصب عنها وبغير رضاها وبغير سبب من جانبها. يعني ايه بغير سبب من جانبها؟ يعني ممكن ابقى انا ست قليلة الادب ونكادية وبيتي مش نظيف وبراعي جوزي وبعدين يضطر الراجل يزهق مني ويطلقني. ما ينفعش اروح المحكمة اقول انا عايزة نفقة متعة، لان هو حيقيم الدليل قصاد القاضي ان انا ست نكادية، ان انا ما بنظفش، ان انا ما براعيهوش، ان انا بكرهه، اني بأسيء معاملته. نفقة المتعة للزوجة التي تطلق غصب عنها وفي نفس الوقت ما تكونش السبب في الطلاق، ما تكونش دفعت جوزها للطلاق. يعني انا ست مربية عيالي كويس وبيتي كويس ومراعية جوزي، وهو قرر بعد سنين انه زهق مني، او قرر يعرف واحدة تانية، او قرر يتجوز، او عرف واحدة تانية وحبها وقال لك الحياة، فخلاص انا ما عدتش لازماه. لما ما بقاش لازماه وانا ما فياش مشكلة، يبقى ساعتها المحكمة بتحكم لي بنفقة متعة. قد ايه؟ بحسبة بسيطة، لو انا باخد نفقة عدة 1000 جنيه، الحد الادنى لنفقه المتعه سنتين. يعني اذا باخد 1000 جنيه نفقه عده اللي هم الثلاث اشهر، هاخد نفقه المتعه 24 شهر، يبقوا 24000 جنيه. ده الحد الادنى. المشرع اعتبر ان الحد الادنى لتعويض الزوجه اللي اتطلقت غصب عنها الحد لا سنتين. اوكي. طب مال الحد الاقصى؟ الحد الاقصى ممكن الحد الاقصى يبقى مده الجواز. يعني ما تيجي ست متطلقه من 20 سنه يجي المحكمه تشوف انه الطلاق ده بهدلها، مسح بيها البلاط، انها كانت ست كويسه واتظلمت جدا، فتقوم تيجي المحكمه تديها الحد الاقصى قد مده الجواز. بصي يا اميره، انا هقول لك حاجه، عندنا تليفون كتير، بس انا عندي كمان تجربه. واحده صاحبتي اتبهدلت من حماتها في حته الطلاق، يعني دفعت اللي قدامها واللي عليها، وهبقى احكي لك الموضوع ده بعدين. بس معانا استاذه منال. استاذه منال، اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي سريعا قولي مشكلتك. عليكم السلام. اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. انا معجبه بدكتور قوي بصراحه، ومعجبه بالاستاذه المحاميه جدا، وعايزه اقول لحضرتك في مشكله مهمه جدا في قضايا النفقه. اتفضلي يا فندم. ان الراجل اللي مش بيشتغل دلوقتي وعنده فلوس في البنك، بقى 6 سنين دفع قضيه عليه عشان بنتي وحيده، عشان اثبت ان هو عنده دخل كبير قوي في البنك، مش عارفه اثبت. اوكي. انا طلبت على الابراء، انا مش عايزه حقي، انا عايزه حق بنتي بس. انا فهمت وجهه نظر حضرتك. بص يا فندم، ببساطه شديده، الرجاله اللي عندها دخل في البنك، النهارده احنا عندنا قانون اسمه سريه الحسابات. لو رحت المحكمه قلت لهم عايزه تصريح ان انا اعرف حساب طليقي او ابو بنتي اللي في البنك، المحكمه هتبقى مقيده بقانون سريه الحسابات. طب امال اعمل ايه؟ في مكتب، في هيئه تابعه لمكتب النائب العام، بتروحي تتقدمي بطلب لكشف سريه الحساب، وبتقولي ان انا رافع قضيه نفقه او ان فلوسه في البنك الفلاني، ويعملوا لي عايزه الاجراءات اللي تكشف سريه الحساب. بيقدم الطلب لمحكمه الاستئناف، وبينزل جلسه وبيتنظر باجراءات سريعه بتنتهي بكشف الحساب في كثير من الاحيان. ساعتها بتاخدي الموافقه دي وبتروحي للمحكمه تقولي له صرح لي ان انا اعرف حساب جوزي او طليقي في البنك الفلاني ايه، لانه انا معايا تصريح اهو بكشف سريه الحسابات من محكمه الاستئناف. هي مشكله ان فعلا في بعض الرجاله بتهرب فلوسها في البنوك معتمده على كشف، على موضوع سريه الحسابات، لكن بتتحل. طيب بشكر حضرتك استاذه منال. عندنا عبير وبعدين امنيه تجاوبي عليهم بعد ما هم ياخدوا المشاكل بتاعتهم. استاذه عبير اتفضلي. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. معلش اسمحوا لي، انا بس هبقى متوتره شويه لان اول مره اكلمكم. لا ولا يهمك، بس رجاء عشان كل اصدقائنا اللي عايزين يقولوا مشاكلنا سريعا. طيب اوكي. انا 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 قدمت على طلب خلع من المحكمه، ولان ظروف الماديه يعني مش قوي، فما كنتش كنت بتعامل مع محامي ان هو يخلص لي الاجراءات كده مره بمرتها كده، فاكتشفت ان في حاجات انا ما كنتش عارفاها، وتقدمت المحكمه قالوا لي لو ما قدمتهاش هنلغي لك القضيه. فانا دلوقتي عملتها اللي هو رد المقدم للصداق والحاجات دي. هل انا اقدر اكمل لوحدي ولا لازم محامي ولا ايه؟ اوكي هرد على حضرتك بعد التليفون. استاذه امينه اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي. استاذه امينه او امنيه استاذه امنيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا يا استاذه امنيه. يخليك يا رب. اتفضلي يا حبيبتي، قولي مشكلتك. انا اكلم الاستاذه امينه. انا سامعاكي يا حبيبتي، اتفضلي. انا جوزي خد من الدهب بتاعي وبيقول لي عاوزاه نزلوه من القايمه. تنزلوا تنزليه من القايمه؟
هو الدهب بتاعك مكتوب في القايمه؟ نفسي. وانت كنت لابساه وهو خده منك؟ ايوه خده منك. فهمت، حاضر. في حاجه تاني؟ هو في بس مش عارفه اطول على حضرتك. طب يبقى رد علي. متشكره لحضرتك يا حبيبتي. طيب بالنسبه لمدام عبير، الخلع طبعا انا مقدره ان انت ما تعرفيش الاجراءات، بس الخلع بيفترض ان انت لما بترفعي القضيه او قبل الحكم فيها بتكوني رديتي مقدم الصداق اللي هو المهر. لما حضرتك ما تعرفيش الاجراءات دي في النهايه المحكمه لازم بتقولك روحي ردي مؤخر مقدم الصداق، والا الدعوه بتاعتك هترفض لانك مش مستوفيه اجراءات. رديتي مقدم الصداق، قانون الاحوال الشخصيه ما بيشترطش ان يبقى في محامي حاضر معاكي في قضايا الاحوال الشخصيه، وبالتالي تقدري انت تردي مؤخر الصداق بانذار على يد محضر او بالايداع في خزنه المحكمه بعد العرض عليه، وساعتها تقدري تروحي تكملي الاجراءات بنفسك، وخلاص بعد كده المحكمه هتمتد بحكمين يسمعوا منك ومن طليقك وان يكتبوا تقريرهم، وبعد الاطلاع على التقرير المحكمه هتحكم بالخلع اذا كان مستوفي شروطه، اذا كنت اعلنتي البغض، واذا كنت رديتي المهر، واذا كان الحكمين كتبوا تقرير. فتقدري تكملي اجراءاتك لوحدك، وعشان كده القانون المشرع سهل على الستات في قضايا الاحوال الشخصيه انه مش لازم محامي، لانه مدرك ان احيانا بيبقى المحامين اتعابهم غاليه وفي مشاكل، بينما الست اصلا عايزه ترفع قضيه نفقه او غيره ومش حمل تدفع اتعاب محامي. بالنسبه لمدام امينه، اسمعي يا حبيبتي. مدام امينه، انت كاتبه قايمه طبعا على جوزك زي ما انا فهمت. القايمه دي فيها شقين، فيها العفش وفيها الصيغه. عظيم. لو انت لبستي الصيغه يبقى انت في النهايه بتستخدميها وما عادتش امانه عند جوزك. ولو نزلتي بعتيها محدش هيقول لك ليه، بينما طول ما هو لسه هي لسه موجوده في القايمه هو ملزم بيها. عشان كده اللي هو بيقوله انا شايفاه منطقي، عايزه تلبسي صيغتك وتبقي حره وتتصرفي فيها تبيعيها او تخليها، يبقى نزليها من القايمه ما تبقاش امانه عندي. عايزه تخليها في القايمه يبقى انا بما اني ماضي على القايمه اني مسؤول عنها، يبقى انا خليها معايا عشان اضمن حقي. فانت قصادك الاختيارين، يا تاخدي صيغتك تلبسيها وتبقي حره فيها ووالد حضرتك ينزلها من القايمه او اخوكي او اللي ماضي او طب اميره ينزلوها من القايمه فين؟ قدام ايه؟ قدام ما هو القايمه دي يا مفيده، القايمه دي بتبقى قايمه مكتوبه كده. ممكن جدا تكتب مثلا يروح يعملوا محضر في الاسم انا استلمت، او ممكن يكتبوا اقرار هي بتمضي عليه، او قر انا فلانه اني استلمت الصيغه، ومثلا اتنين شهود بيمضوا، وبالتالي بتبقى الورقه دي نسخه معاها ونسخه معاه. تقوم وقت الجد لو جت تطالبه بالحاجات اللي في القايمه يبقى هو معاه ورقه بتثبت ان الذهب اتنزل من القايمه. طيب يبقى كده جميل. بصي احنا عندنا تليفون، بس انا في حاجه مهمه جدا عايزه اقراها لك من اصدقائنا على الفيسبوك على بعض. ان شاء الله احنا الاسبوع الجاي لكل اصدقائنا بتوع الفيسبوك هنقول اسئلتكم وهنكمل نفس الموضوع ده الاسبوع الجاي. استاذه توفي سمير، هي جده، توفي منصور. بصي يا اميره في الاخر خالص بتقول بنتي جوزها اتطلقت يعني بعد 10 سنوات لبخله الشديد واستحملته ولم تفضحه وحاولت اصلاحه الى ان انفجرت وصممت على الطلاق، فقال لها اخلعيني شوفي المنظر. وقد حكمت المحكمه بالنفقه للاولاد. سؤالي كيفيه تنفيذ النفقه مع العلم بانه طبيب استشاري ولا ينفق على اولاده وما هو عقد عمل في احدى الدول؟ فهل يتولى بنك ناصر دفع النفقه ثم يقوم البنك بتحصيل النفقه منه؟ ارجوكي طمنيني. بصي يا مدام توفي، بنك ناصر الاجتماعي لما حضرتك انا بروح ارفع قضيه نفقه مثلا رفعتها يوم 1 يناير، القضيه على ما بتتداول في المحاكم بيتحكم فيها بعد فتره، فانا لما باجي اخد الصوره التنفيذيه للحكم عشان انفذ بيبقى عندي شقين في الحكم، متاخر النفقه ده بند، والفلوس الشهريه ده بند تاني. عموما بنك ناصر الاجتماعي لما بنروح ننفذ نسلم الصوره التنفيذيه لبنك ناصر يقول لك انا هدفع لك الفلوس شهر بشهر، اما المتجمد القديم ماليش دعوه بيه مش هدفعه لك. فلو رحتي سلمتي الصوره التنفيذيه لبنك ناصر يبقى انت وكانك تسقطي كل المبلغ المحكوم المتجمد عليه وبتطالبيه بس بالفلوس الشهريه، ده بند. اتنين، انه بنك ناصر ليه شروط متعلقه بسداد النفقه طبعا مش قصادي، لو حضرتك حسبتي نمرتك في الكنترول ممكن اراجع الشروط بدقه وارد عليكي واشوف مين، هل لازم يبقى موظف دولة هل ما هلش. أنا الحقيقة ما بحبش أفتي لما أبقى مش واثقة من كلامي. بنك ناصر الاجتماعي بينفذ أحكام النفقة بالنسبة للفلوس الشهرية بشروط محددها القانون، هل الشروط دي تنطبق على جوز بنتك أو ولا لا؟
ننسى بقى بنك ناصر، لما يبقى حضرتك معاكي حكم وعليه صيغه تنفيذيه بتنفيذ حكم النفقه، اذا كان جوز بنتك موجود في مصر، ابو اولادك، ابو احفادك يعني، قصادك اختيار من اولا تقدري ترفعي عليه دعوه الدفع او الحبس، والمحكمه ساعتها بتجيبه وبتشوف حاله درجه يساره المادي وبتقول له تعالى ادفع المبلغ المتجمد عليك على قسطين على 3 على 4. الحاجة التانية ان انت تقدري تعملي اجراءات الحجز لو كان عنده ممتلكات عربية ولا كذا ولا كذا، او حتى حساب في البنك، تقدري تروحي تقدمي طلب بكشف سرية الحساب ثم تعملي اجراءات الحجز على حسابه جوه البنك. اوكي. يعني في سبل مختلفة للتنفيذ. السؤال الأخير قبل ما نطلع لفاصل، معلش أنا بعتذر لكل أصدقائنا عشان الوقت، بس على وعد إن شاء الله زي ما قلت قبل كده الأسبوع الجاي هنكمل معاكم نفس الموضوع. فوقش صلاح بيقول في حالة انفصال الزوجة وحصولها على الشقة لحضانتها لبيتها في حالة زواجها للمرة الثانية، هي عندها بنت، ما وضع البنت وأيضا الشقة هل تبقى من حق الطفلة أم ماذا؟ طيب وهيكون ده معلش آخر سؤال هناخده. طيب بسرعة عشان نطلع لفاصل. الزوجة أو بلاش الأم الحاضنة إذا تزوجت بتفقد حقها في الحضانة، ده ابتداء كده. فإذا فقدت حقها في الحضانة بتنتقل الحضانة لمن يليها في الدور، قد تكون والدتها وقد تكون والدة الزوج. اتنين، إنه إذا فقدت حقها في الحضانة طبعا بتفقد حقها في الشقة، فبالتالي إذا كانت طليقتك اتجوزت ورجل تاني تبقى فقدت حقها في الحضانة وفقدت حقها في الشقة، وتشوف مين اللي عليه الدور في الحضانة اللاحقة، وهو ده اللي بيبقى من حقه الشقة مش الأم. يعني لو الأم، لو البنت اتجوزت والأم موجودة يبقى الأم تروح تقعد مع البنت في الشقة. لا لا لا، البنت اللي اتجوزت بمعنى بنته ولا مراته؟ ده مراته يعني مراته. لا، بتفقد حقها في الحضانه. اوكي، بيبقى اللي دور على الموجود بعد كده الدور على مامتها فمامتها ممكن تاخد البنت وتقعد بيها تاخد في شقه البنت الزوجية. يعني الجده لام تاخد البنت الحفيده وتقعد بيها في شقه الحضانه لغايه ما البنت تم كام سنه؟ 15. بعد سن 15 سنه مفيش شقه حضانه حتى لو الحضانه بقيت في ايد الام او الجده. بشكر حضرتك يا فندم، والاسبوع الجاي هنكمل نفس الموضوع لان من واضح ان كل اصدقائنا عندهم استفسارات. ان شاء الله. بعد الفاصل ان شاء الله هنلتقي مع المهندس محمد السماك، واضح طبعا من اسمه محمود السماك، هو عندي هنا محمد السماك، استاذ محمود السماك هيعمل لنا اكله سمك واضح جدا بعد الفاصل. ميرسي لكل اصدقائنا. اسمحوا لي، عارفين الاحساس لما يبقى معاك استاذ في المطبخ فانت ما تنفعش انك انت تعمل اي حاجه غير ان انت تحييه؟ اسمحوا لي انا احيي استاذ محمود السماك. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. واستاذ محمود استاذ السمك بالظبط، يعني هم ابا عن جد. لا يعني العفو يا فندم، العفو. كم سنه مطبخ يا فندم؟ استاذ محمود انا 50 سنه مطبخ. يبقى انا اقعد في حته. بس هوايه، بس هوايه هوايه وليس، لان انا بعشق صناعه السمك اساسا. طب انا مبدئيا بقى انا الصبي بتاع حضرتك كده يعني من غير اي حوار ولا اي نقاش، هو بمنتهى التواضع يا فندم. انا النهارده ان شاء الله هنعمل طاجن بسيط كده، عباره عن جمبري وصبيط، نص كيلو جمبري ونص كيلو صبيط، مع بصلتين شرايح وفلفل رومي شرايح وثلاث اربع اعواد كرفس بلدي و ثلاث اربع معالق زيت ذرة عشان نحمر فيهم البصلة، وعندنا طماطم مبشورة مع شوية صلصة وعودين روزماري. تمام. هنا هوت. والمية بقى هنبقى نحسبها حسب احتياج الايه الطبق نفسه. نزود مية، هنقلل المية، دي بيبقى سنس. لا سنس. بيبقى سنس مع ايه، مع اللي واقفة تطبخ. وعندنا برضو طماطميتين شرايح عشان نجمل بيهم الصينية من فوق. وفي عندنا الخلطة اللي احنا عاملينها، خلطة السرية اللي هي دي، مش هنقول عليها سرية، لا هنقول لكم عليها برضو وعلى يعني ايه بالظبط مكوناتها، بس واحنا بنشتغل بقى. طيب. وفي عصير ليمونة، وفي حاجة كمان تانية اللي هو ورق الليمون، ورق الليمون الاخضر. ده يا ريت كل ست بيت تستعمله مع الشوربه. شوربه ايه بقى؟ شوربه الفراخ، شوربه السمك، شوربه اللحمه. طب اجيبه منين بقى؟ بدايه الزفاره يعني. سوري. من السوبر ماركت؟ لا لا، من شجره ليمون.
لو انا ما بعرفش اتسلق شجره الليمون ومش عايزه ابقى حراميه ليمون. من شجره الليمون، من شجره الليمون. ليه؟ بيضيع زفاره اللحمه، زفاره الفراخ، زفاره السمك. انما طبعا انا لما بعمل شوربه السمك ما فيش حاجه اسمها. احنا عرفنا طبعا استاذ محمود ان انت زارع الحاجات دي في بيتك. انا عندي في السطح فوق حتى حتى الاسماك ولا المزروعات. بس المزروعات الخضراء. انا عندي أسماك. عندي شجره ليمون وعندي شجره روزميري، عندي شجر، عندي كرفس، وعندي نعناع جبلي. واخد بال حضرتك؟ انا تحت امرك. طيب والليمون ده ستات بتجيبه مجفف ساعات؟ لا والله انا اساسا هنحط الاول شويه احنا الزيت. احنا معاك وانت بتعمل الخطوات. احنا الاول قلت لي نغلي حبه ميه. هنغلي الميه ده عشان الرز بقى. ده للرز. انما دي عشان الطاسه دي عشان السمك. تمام. هنحط شويه الزيت. اوكي. كويس. وبعدين نحط البصله. اتفضل. البصلتين. ونقلب لغايه لما. اتفضل. انا يعني ايه، انت بس قول لي هاتي كذا وانا تحت امرك. ماشي اوكي. استاذ محمود زوجتك بتعرف تطبخ؟ انا بلاش احراج بقى. ما بتعرفش تطبخ؟ انا زوجتي في اللحوم كويسه جدا. بس طبعا لما يكون في اكل السمك طبعا هي بتبعد عن المطبخ خالص خالص، وتسيبني علشان ما تلبطنيش يعني. طب انت بتخش لها ساعات في اكل اللحوم وتعمل معاها ولا انا برضو ساعات اولادي بيحبوا اللي انا بعمله. طبعا. يعني انا ساعات زي ما بيقولوا سوري في الكلمه الخضار اللي هو سوري في اللي هو الارداح. من غير لحمه ولا فراخ. بس بيطلع روعه في منتهى الجمال. بس صحي جدا يا استاذ محمود. الارداحي ده عشان احنا لازم ناكل لحمه وفراخ مع الاكل. لا لا لا. اكبر غلط بنعمله من الحوم. هنجيب الفلفل بقى. هنجيب الفلفل. ايوه الفلفل. اخفف لك ال لا احنا عايزين عشان ايه. ليه ما فكرتش فعلا؟ اصل جت على بالي في حكايه ان انت تعمل. ليه ما محمود السماك وعيله اصيله في السمك ما عملتوش مزارع سمك مثلا او حاجه؟ والله لا، احنا كنا بالنسبه لنا كان في موردين للاسماك. لان المزارع دي اصلها قصه كبيره قوي، لان انا درستها فعلا. واخد بالك؟ وكان درستها وكنت درستها ولي اصدقاء عاملين في الصحراوي وعاملين في جنب محبه ايدكو والحته دي. ليه قفلت المحل بتاعك؟ شوفي، نفس السبب اللي الحاج محمد عبد اللطيف قفل المطبعه بتاعته. ايه بقى؟ ما بيجيبش ثمنه يعني؟ لا، الجو العام بتاعك اللي انت موجوده فيه في قلب شارع كله اجهزه كهربائيه. واخد بالك؟ النهارده الزبون كل واحد من اصدقائي انت ليه ما فتحتش جنبينا؟ بالظبط. انت ليه كل واحد عايز ليه ما فتحتش جنبينا؟ حضرتك. والحمد لله لغايه النهارده الاستاذ محمد صبحي اللي هو الممثل المشهور طبعا، وكل الفنانين. لا لا، ده كان سنين دراسه فيكي. اصل محمد صبحي سنين دراسه. لسه بدات بيجيلك؟ بنتكلم مع بعضينا. طب ليه ما تجربش انك تعمل محل في حته ما؟ يعني خساره الخبره دي كلها. والله انا ابني في 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 في, في كمبيوتر ساينس دلوقتي. واخد بالك؟ وليا الحمد لله ابني الكبير مصطفى متزوج من صيدلانيه. ما بيحبوش يكملوا في الكارير طبعا. لا، هم كانوا عايزين، بس انا كنت مشفق عليهم. لان صنعه متعبه جدا. متعبة. جدا 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 طبعا. واخد بالك؟ وانك تخشي على مراتك اخر سوري على زوجتك اخر النهار ريحتك زفاره. طبعا. واخد بالك؟ شفتي؟ فده كان دي حقيقه يعني. فده الصبيت. اتفضل يا فندم. ايه فده كان وديك واضح جدا انها متعوره. السبيت بقى يا استاذ محمود ازاي ما يشدش بقى؟ يعني كتير ما يعملوا في البيت بيشد كده. لا، الاليه بتفرق عن السلق. ازاي بقى؟ واخد بالك؟ بما ان انا اللي بتعلم هتبقى قد ايه بقى؟ بتفرق طبعا. احنا ايه طبعا الكلام ده كله لازم يتغسل بميه وخل الاول. حلو. السبيت بالذات بميه وخل، واحنا غاسلينه بميه وخل. كويس. احنا طبعا بنشكر حضرتك، انت اللي جايب الاكله اكله السمك النهارده استاذ محمود هو اللي جايبها فمنقيها يعني. فايه فاحنا ممكن نقطع السبيط ارفع من كده، انما بيبقى شكله في الصينيه جميل. أحلى. جدا جدا جدا. والسوى بقى اجيب لك الخلطه كام دقيقه احسن للسوى يعني؟ بصي هقول لك حاجه، انت بتشوحي السبيط لغايه لما تحسي كده اهوت زي ما بيعملوا ان مفيش زفاره. ان مفيش زفاره. ان مفيش زفاره. طب انا اعرف منين؟ ما هو اهو تعالي بصي كده اهو.
ان انا اشمه يعني؟ اشمه. طب في فرق بين الحقيقه؟ اول ما رميتيه كان في زفاره. دلوقتي ما فيش. استاذ محمود في فرق بين السبيت والكاليماري؟ السبيت الكاليماري دوت عباره عن اللي هو اللي زي القمعه. طب ما هو هو بس ده متقطع. ده متقطع، ولعلمك احنا بنحشيه لحمه مفرومه. ماما بالخلطه بالخلطه بتاعته. لحمه مفرومه بيبقى جميل جدا جدا، بس ده اللي هو سوري ده مستورد، انما الكلاماري الاصلي اللي هو زي البتنجان البيضاء بيبقى لونه روز شويه. روز الله يبارك. انما الصبيط بقى اللي هو بيبقى مفتوح وبنطلع منه الرجلين والحاجات دي كلها. ده بيبقى وضع ده اللي هو البلدي. انا عايزك بقى تحكي لي عن هذه يعني الخلطه السريه. اول ما دخلت قلت له ايه الحاجه اللي تحلي اكل السمك؟ قال لي بتاع الزغاره الخلطه السريه. شمي بقى برضه، افضلي شمي كده اهوت برضو. انا مش شامه حاجه خالص. انا صنع عقدتي بالسمك الزفاره. لما تروح الزفاره مره انا هعمل لكم برضو ان شاء الله شوربه السمك. سوري يعني هتحلفوا بيها. احنا واضح ان احنا هنحس الزفاره بشوربه السمك. لا 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 لا, 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 لا. انسي موضوع الزفاره في شوربه السمك بتاعت محمود السمك. استاذ محمود ايه بقى، احكي لي بقى عن موضوع السر اللي انت بتحطه ده دلوقتي. دي عباره دي ايه بقى؟ دي عباره عن توم مفروم. تمام، واخده بالك؟ ده توم مفروم مع كزبره ناشفه. تمام كويس. توم مع كزبره ناشفه. مع كزبره ناشفه زي دقه الملوخيه يعني. لا استني بقى. مع كزبره ناشفه مع قرفه مع كمون، كميه كمون اعلى شويه لان الاسماك بتحب الكمون. يعني انا احط كمون اكتر حاجه. ايوه. وبعدين بنعمل ايه؟ بنحط بعد كده ملح، ملح عشان يديها الحدوئيه بتاعتها. طيب كويس. ادينا الجمبري. والترميلة بقى والترميله دي منين؟ هو عليها عليها خل. توم مفروم. التوم هو اللي مدي هو الترميله. هو اللي مدي الجمبري بقى عشان ياخد الايه. وبعدين هسه بنتكلم في الخلطه. سمعي الخلطه السحريه. سمعيها مفيده. ما لا لا ما انا ما لسه ما فهمتش كويس. دي بقى بنسيبها في بطرمان. ايوه لمده قد ايه؟ عشان انت قلت لي لازم تقعد فتره طويله تاخد من بعض. انا عندي في البيت بقى بحطها بالسنه. انا ممكن اعمل بطرمان ممكن كبير واخليه كده. انت عارفه سوري العلبه البلاستيك بتاعت بطرمانات اميره بتحب دايما هي تحوش فيها. ما ينفعش تحط لها ريحان مثلا زي البيستو؟ لا لا لا, 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 لا. كان زمان بقى في حاجات بقى اسمها زر ورد. خلي بالك الحاجات دي كلها بطلت خلاص. بطلت. ما فيش حد ما فيش حد اللي هم الناس بتوع زمان هم اللي انا دلوقتي طبعا عقبال ما ده يتشرب شويه ويتشوح نعمل الرز. هنعمل الرز. الرز عاملين ايه؟ احنا عندنا الميه وده البصله دي متحمره. دي بصله بقى اول مره اشوف بقى بصله. دي بصله متحمره. انا بعمل ازاي؟ بعمل اتنين. طب نقول المقادير الاول. 2 3 كيلو بصله محمره. ماشي. واحمره واحطه في الفريزر عندي. الله. ساعه لما احب اعمل شوربه بتاع دوت رز سمك اروح مطلع شويه حطيتهم 5 دقايق الرز يتعمل. هعمل كشري. برضه طلع والزيت اللي انا قليت فيه البصل. هنحط بقى ايه شقشق ميه زي ما بيقولوا كده اهوت على الخلطه بتاعت الجمبري والكلمات. على الخلطه بتاع الجمبري ايه والكلمات. طيب. نشم الريحه بقى كده. استاذ محمود انا عايزاك بس نقول اول المقادير بتاعت الرز. الرز هنحط البصله المتحمره مع شويه ميه علشان يطرى شويه البصل. ياخد الميه تاخد لون البصل. ايوه. وبعدين هنحط معلقه صغيره كمون. معلقه كمون. ده ما لناش دعوه بيه خالص. خلاص. معلقه صغيره كمون كده اهوت. حضرتك كنت بتقول الزيت بتاع البصل اللي حمرت فيه. الزيت اللي انا حمرت فيه البصل بشيله. طيب اسمح لي وانت بتشرح قبل ما نشرح نقراها. الارز بالبصل مقادير. هنحط بصله محمره. تمام. وكوبايتين رز هنجهزه وبنغسلهم. تمام. وكوبايتين ميه او مقدار الميه هنخليه. معلقتين زيت ذره وخمس معالق شعريه محمصه. ومعلقه كمون وملح. يعني ايه شعريه محمصه؟ جديده. دي الشعريه المحمصه عشان كميه الدهون اللي بتبقى واحنا حطينا برضو ايه ورقتين ليمون. يبقى دي الميه. وبعدين المية. البصل المتحمر حمر. ورقتين ليمون قطعتهم وحطيتهم في الميه. يا ريت الملح بقى. حاضر اتفضل. ملح وفلفل لو انت عايز. لا ده انهي ده ايه؟ ده الملح. ده الملح. لا ملح. سوري معلش. لا ولا يهمك. بس خلاص. عايز فلفل؟ لا 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 اوكي.
كويس. الشعرية المحمرة، الشعرية أنا بجيب الشعرية وأحمر مثلا كيلو شعرية في الحلة الاستانلس، تمام، أحمرها أحمرها ليه؟ مش برضو وأروح مشايلها في الفريز في ممكن في الفرن تحمرها؟ لا 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 لا، لازم تتحمص على النار، تتحمص على النار إيه، وأروح شايلها. هاجي هعمل رز، كويس، خلاص مش هحمر شعرية، أروح حاطط الرز في قلب الحلة وعليه شوية الزيت الهوات، وبعدين عليه الشعرية والمية وخلاص. ده الرز اللي بشعرية. الحبيب بتقوله ده لكل سيدة بتشتغل وما عندهاش وقت، ممكن ده زي ما أستاذ محمود بيقول أنا حمص بطرمان شعرية وحمص البصل البصل، عايز اعمل كشري، عايز اعمل. طب لما ترجعه تاني من الفريزر للكشري بيبقى طري واعمل الدقه ناشف، والله بيبقى ناشف عادي، ناشف زي ما شافته الاستاذه المفيده دلوقتي. طيب كويس. انا الدقه دي والدتي بتعملها لما بيجيب سمك في البيت وعايزه تقله لنا. ايوه، ما هو ده بدل ما انا افضل كل شويه اعمل توم الدقه ديت وتوم وكمون ومش عارف ايه وبتاع، لا ده انا بجيب على طول واروح غازل السمك ومتبله فيها واروح سايبه شويه يشرب السمك، يشرب من ايه؟ من التتبيله ديت، التتبيله المعتقه دي اللي قاعده عندك بالسنه في البرتقال. كويس، واسيبه شويه. الله، كويس طبعا، كويس. قولي طيب اللي انت عايزه نعمله. هنحط ايه؟ الليمون على الكلام دوت، والكرفس بقى، الكرفس جبت لك كل المعدات. أيوة. هنا جنب كده اهوت الكرفس هنا اهو، والصلصه. ايوه، والايه والروزماري. والروزماري انت خلاص يعني من الواضح ان انت بتاخد وقت في في الطبخه. الاول بسيبهم على مهلها قوي يخشوا في بعض كده ويتظبطوا. ما هو علشان حلوه حلوه، هتحبي السمك يا مصطفى. ايوه، ما هو علشان علشان اللي هياكل لازم يقول ايه؟ الله، فعلا دي اهم حاجه. بعدين نحط شويه دي بقى طريقه الصلصة. الناس اللي بتحب شغلها وبتديله. للاسف الشديد انا بحب بحب الشغلانه ديت، او مش بحبها، بحب اقف اعملها. ليه للاسف؟ ما ناس كتير بتدعي لك فعلا بتقول لك الله يعني اتبسطنا واكلنا اكل حلو. اعتقد ان النهارده احنا لكل اصدقائنا بنقدم لكم بجد طريقه عمل اكله سمك من السماك نفسه. وبعدين انا شيخ السماكين كلهم جايين هنا النهارده مشرفنا، بس ما عرفوش يكذبوا عشان يورينا بعمل نعمل ايه. بعمل صينيه السمك بالبطاطس. الله، بناكل الله. البطاطس ونسيب السمك من جمال البطاطس، يعني عادة جمال الخلطه بتاعت البطاطس مع السمك مع الصوص بتاع. دي يوم تاني في ناس كتير على الفيسبوك نفسهم يعني تيجي تاني تعمل لهم صينيه البطاطس واكلات حلوه. والله على الفيسبوك كلهم طالبين ان حضرتك تبقى موجود معانا، ايه رايك؟ وفي الشتاء لا تحت امرك يا ريت. ممكن يعني ممكن مره تانية تعلمنا طريقه اللي بتقولها السمك بالبطاطس، السمك وشوربه السمك، شوربه السمك. الله، والرز بالسمك. في بره بيعملوا كان الرز بالبيض بالجمبري. لا انت ضد ده، بلاش، انسى. انا احب لا 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 لا، انا بحب ايه؟ انك لما تاكلي تقولي ايه؟ ايوه ده الطعم الاصلي، ده الطعم. انما الحاجات التانيه اللي بتخش دي، ما هو في مكرونه بالبيض ومكرونه مش عارف ايه وده 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 وده. بمناسبه بقى البيض، انا اكلت حاجه في اسكندريه الاسبوع اللي فات، بيض الكاليماري او الصبيط. ايوه، بيض الصبيط. ايه ده؟ ده جميل جدا، ده جميل جدا لما بيتقلي مع البطارخ، مع البطارخ شويه موزاريلا. ما هو احنا لسه المره اللي جايه، المره اللي جايه ان شاء الله. طيب احنا دلوقتي الميه الرز بتغلي، الميه الرز بتغلي، تمام. هنعمل ازاي؟ ايه بقى؟ حطينا وهندوق، بس اهم حاجه اجيب لحضرتك معلقه. اهي معلقه. لا، ما انا اجيب لك معلقه. يا فندم انا ما انا عارف طريقها والله. بس محمود احنا الرز بنشوفه بناكله بره غير بتاع البيت يعني، وما بيبقاش باين فيه البصل يا استاذ محمود. هوريكي بقى ايه الشعريه بتعمل ايه في الرز. مع رز السمك ده؟ مع رز السمك ده سر. النهارده اتعلمنا سرين يا مفيدة، الخلطه اتعلمنا كل حاجه دي. يعني هتشوفي الشعريه عامله ايه في الرز، ايه بقى وطعمه ازاي، واخد بالك؟ هو طبعا في ناس بقى بتحط صلصه، بتحط كركم، بتحط بتاع، بس انا برضو ما بحبش اخلي يعني طعم تاني يخش مع الرز. بالظبط، انا بحس ان هو كده طعمه رز، بس رز طعم جميل. وبعدين احنا اكمن البصل مقصر معانا بس النهارده، يا سلام بقى لو تحطي بقى شويه بصل من المحمر دوت بعد ما الرز يخش في السوا. هيفرق مع الاكل والريحه يعني، شويه في الميه بيدوا لون للميه وشويه في الاخر. حطينا دلوقتي الايه الشعريه دي اسرار عمري ما عرفتها والله. نحط الرز
كده اهوت. تعرفوا انتوا يا جماعه حكايه الشعر وبعدين دي احسن يا ام مريم دي احسن كبشه يتقلب بيها الرز. احسن كبشه يتقلب بيها الرز. يتقلب بيها الرز وبعد ما يتعمل ليه؟ الرز بيطلع من هنا ما بيعجنش واخد بالك بيفرفطه. خليكوا انتبهوا دي احسن كبشه. اسرار في الطبخ جميله جميله جدا يعني. اول مره نعرفها. يعني ايه؟ دي لما بعد الرز ما يتعمل أيوة. فرضا وقلبتي وكل حاجه تمام. هنزود شويه ميه هنا طبعا عشان الرز ايه؟ احنا ما حطيناش الميه بتاعته كلها. تمام تمام. وطبعا كل ست بيت عارفه الرز بتاعها بياخد ميه قد ايه؟ حسب نوع الرز يعني. لان في انواع رز كتير ممكن تحطي له ميه زياده ايه؟ يعجن. بالظبط. في رز تحطي له ميه اقل يطلع ناشف. بالظبط. مفيش حاجه اسمها كوبايتين رز كوبايتين ميه لا صحيح. هي معروف ان بتبقى الميه اعلى شويه من الرز. ولو في شعريه يا استاذ محمود بياخد رز ميه بياخد ميه زياده شويه. هنحط برده معلقه زيت علشان برده الرز يفك من بعض. اوكي وانا اقلب لك تمام. احنا بس عايزين غير الزيت اللي احنا محمرين البصل بقى احنا ما كناش حاطين زيت في الاول. ايوه ما احنا عشان البصل تمام. يعني السر التاني كمان ان انت ممكن تحطي بصل بعد ما الرز يبتدي يتشرب شويه. حطي يعني. امتى نحط البصل الزياده يا استاذ محمود؟ وهو بيخش في السوى. وهو بعد بيخش بعد ما يشرب ميه بعد ما ايوه بس لا كفايه تمام كده. كده الرز اوكي. ممكن بقى ايه نروح نعمل ازاي؟ الله على الريحه. حضرتك هتحتاج ميه تانيه؟ لا ممكن تروح ايه ماسكه كده اهوت. نفس الطريقة بتاعت الكاليماري دي نقدر نعمل بيها السمك يا استاذ محمود برضه مش كده؟ ايوه نفس التتبيلة ونفس الخطوات. هي مفيدة. ايديك هتاكلي اسماك بعد كده خلاص؟ من ايد الشيخ السمكين انا طبعا ما عنديش اي نوع من اي اعتراض. دلوقتي هنجيب الصينية اللي احنا هنقدم فيها. احنا فاضل لنا دقيقة وعندنا جزر النهارده ولا استوى. احنا كده اهوت هنحط ايه الكلام دوت كله في الايه الرز مش هتغطي عليه خالص؟ نعم هنغطي عليه بس مش عارف الغطا بتاعه بقى فين. في صديقه لينا على الفيسبوك اتصلت عظيمه بنت الحاج عبد العظيم بتسلم عليك. عبد اللطيف. عبد اللطيف. بنت الحاج عبد اللطيف اللي هي اخت اللي هي اخت اللي هي بنت الحاجه مفيده او ما اعرفش حاجه مفيده. انا عندي مين واخده بالك واخت طبعا الاساتذه الكبار المحاميين ولاد الحاجه مفيده عبد الرحمن. ايوه هنحط ايه الطماطم دي كده اهوت كده اهو تمام كده كده. طبعا الـ 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 الاستاذ محمود بيعمله هو ده الجزر بتاعنا النهارده بيعمل كفر بالطماطم عشان هتدخلها الفرن والرز وهو بيتعمل الجزر بتاعنا هيبقى هتدخل الفرن قد ايه بقى يعني هتخش الفرن لغايه بس اسمها بيت ايه تاخد تحميره كده لغايه لما تغلي وبعدين نروح طافيين الفرن ومولعين ايه الشوايه. انا ما بعملش حاجه في الرز كده؟ لا دلوقتي الرز هن ايه؟ يعني اساتذه الرز بيغطوش الرز يا استاذ محمود؟ نعم ما بيتغطاش؟ هو انا مش عارف الغطا بتاع الغطا انا اللي بعديه بيتغطى بيتغطى لغايه احنا بنشكر حضرتك جدا الوقت بتاعنا بيخلص وهنحط برده شويه زيت فوق الايه؟ على الطماطم فوق على الطماطم كده اهوت شويه تمام واخد بالك وندخلها الفرن وايه وتغلي غلوتين وبعدين انا هحطها بقى احطها في الفرن هحطها في الفرن اتفضل بشكر حضرتك استاذ محمود احنا بنشكرك جدا جدا حلقه متميزه وفيها اسرار كتير للطبخ اللي بيشاهدونا شكرا يا مفيده الله اطلعي يا مفيده من تحت بشكرك يا مفيده احييكم وبكره حلقه جديده ان شاء الله وستات بشكر حضرتك ونورتنا الله يبارك فيك الله يسلمك